السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل الأسئلة المقالية على الدرس اللي هو حساب مثلثات لطلاب الصف الثاني الثانوي علمي فقط. قلنا الترم الثاني فرع حساب المثلثات على طلبة علمي فقط. الدرس الأول وهو زوايا الارتفاع والانخفاض اللي بنسميه تطبيقات على حل المثلث، قلنا اللي درسناه في أولى ثانوي الترم الثاني. حلينا مع بعض تمارين الاخطر بالكامل، كانوا 28 سؤال استفدنا فيهم خلاصة افكار الدرس، صدقني اسئلة الاخطر. ولكن المقال هنا بقى فيه بعض الاسئلة المميزة والمختلفة اللي دايما بننبه عليها، وخصوصا اخر كام سؤال فيهم افكار جميلة جدا جدا. اعتقد من بعد السؤال 15 او حاجة الافكار هتبقى جميلة ومتنوعة. باذن الله نحاول نبسط التمرين كلها، حللك بطرق سهلة وبسيطة زي ما انت متعود بامر الله. لو انت اول مره شفتنا ما تنساش اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك، شير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. تعالى نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله. السؤال الاول بيقول لي رصد شخص زاويه ارتفاع قمه برج من نقطه على سطح الارض فلقاها 25، ثم سار في طريق افقي مار قاعده البرج نحو قاعده البرج مسافه س لقاها بقت 55، فاذا كان ارتفاع البرج 85 عايز منه قيمه الس لاقرب متر. فكرة اتكلمنا عليها كتير جدا جدا يا باشمهندس. لو انا معايا برج بالشكل ده كده اهو، ده البرج خلاص، وبيقول لي ان ارتفاع البرج ده 85 متر، قلت ببدأ اعمل افقي اهو كده. طيب الوقت في نقطة على سطح الارض اهي، وليكن النقطة الف، قمت راصف منها زاوية الارتفاع فلقيتها 25. قال لك ان هو بدأ يمشي مسافة س وليكن وصل للنقطة ب دي، فكده مشى المسافة دي س اللي هي من أ ل ب، وقام قايس زاوية الارتفاع تاني يا باشمهندس، لقى ان زاوية الارتفاع 55. وقلنا فعلا كل ما بقرب من الحاجة اللي انا برصدها الزاوية بتزيد، وكل ما بطلع الزاوية بتقل. كلام جميل جدا. دي ال 55 دي زاوية خارجة عن المثلث ده، يبقى 55 ناقص 25 يبقى اذا الزاوية دي بكام؟ ب 30. تعالى نسمي دي ج ودي د. هو عايز مني قيمة السين، تمام. أول حاجة أنا هشتغل في المثلث ب د ج، معايا دي 55 يبقى إذا دي يا باشمهندس ب 35، عشان المجمع المثلث يبقى 180. في المثلث د ب ج يا باشمهندس هبدأ أعمل إيه؟ الضلع المشترك ب د على جهة الزاوية اللي قصاده يبقى ب د على جهة 90، هيساوي الضلع المعلوم 85 على جهة الزاوية اللي قصاده اللي هي جهة 55. ويبقى الجا 90 دي بواحد، يبقى إذا ال ب د بتساوي 85 على جا 55، 85 على ساين 55. الكلام ده هيطلع معايا ب 103.7. قلنا يفضل نسيب الرقم ده على الآلة. بعد كده هنخش على المثلث ده. الضلع ب د اللي احنا جبناه اللي هو 103.7 على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 25، هيساوي الألف ب هنا اللي هي اسمها س على جهة الزاوية اللي في وشها اللي هي جهة 30، ويبقى إذا السين بيساوي هضرب دي في دي وأقسم على دي، يعني 103.7 مضروبة في جهة 30 وأقسمها على جهة 25، يبقى أنت كده مسألتك خلصت. يبقى العدد ده اللي هو الأنصر هضربه في ساين 30 وأقسم على ساين 25، فيطلع معايا 122.7، 122.7 اللي هو تقريبا يبقى 123، لأنه عايزها الأقرب متر. يبقى أنت كده سؤالك خلص والحمد لله قدرت تفهمه بصورة سهلة وبسيطة. طيب اتنين بيقول لي وقف رجل عند نقطة على سطح الأرض ورصد منها زاوية ارتفاع قمة صخرة فلقاها 75، ثم سار على طريق أفقي مبتعدا عن قاعدة الصخرة مسافة 80، وقام رصد تاني لقاها 52. فخلي بالك هو كده المرة دي بيبعد عنها عكس الحالة اللي فاتت كان بيقرب منها. بمعنى ركز معايا، ادي الصخر وهو عامل الخط الافقي اهو يا باشمهندس، ماشي. هو كان عنده نقطه مثلا اسمها الف، قام راصد زاويه الارتفاع لقاها 75، طبعا دي 90 يبقى اذا دي 15 اللي هي 90 ناقص 75 عشان المثلث يبقى كله مظبوط. قال لك هو مشى في طريق افقي مبتعدا عن القاعده، يعني مش الناحيه دي بقى، مش كده لحد ما وصل مثلا لنقطة اسمها باء، وقام قايس تاني يا باشمهندس لقاها كام؟ لقاها 52، إذا الزاوية دي ب 52. حلو، بس هو قال لك المسافة كمان ب 80 متر، أنت كتر خيرك. زي ما اتعودنا دي زاوية خارجة يبقى دي ناقص دي، أدي 23
اللي هي 75 ناقص 52 يبقى 23. طيب سمي دي ج مثلا وسمي دي د. الوقت اذا كانت نقطة الرصد وقاعدة الصخر على استقامة واحدة عايز منه ارتفاع الصخر عكس ما عملنا. هنا هنشتغل في المثلث ده الأول، فأقول التمانين على ج الزاوية اللي قصادها يبقى 80 على ج 23 هيساوي الضلع المشترك أ د على ج الزاوية اللي قصاده ج 52. يبقى الضلع المشترك أ د بيساوي 80 مضروبة في ج 52 مقسومة على ج 23 بس، يبقى 80 في ساين 52 على ساين 23. كم ده هيطلع؟ ب161 و3 من 10 أو 34 من 100. هنسيب الرقم ده على الآلة زي ما أنا علمتك. أروح للمثلث التاني أخد الضلع اللي أنا جبته اللي هو 161 و34 على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 90. ارتفاع الصخرة هنا اللي هو ده الجيم يبقى يساوي ده الجيم على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 75، طبعا جا 90 بواحد. يبقى إذا ده الجيم اللي هو ارتفاع الصخرة عبارة عن الرقم ده في ساين 75. الكلام ده هيطلع 155 و8 من 10. يبقى ده الجيم اللي هو ارتفاع الصخرة بيساوي 155 و8 اللي هو الأقرب متر، يبقى 156 متر. ويبقى أنا كده سؤالي خلص يا باشمهندس. خلاص حل دايما بالفهم، تمام، خليك فاهم الدرس بإذن الله الدنيا تبقى سهلة معاك. تعال نشوف السؤال اللي بعده. رقم 3 بيقول لي من قمة صخرة ارتفاعها 80 متر اسنى زاوية انخفاض قمة وقاعدة برج لأنهم 24 و35، عايز ارتفاع البرج الأقرب متر. ماشي، طالما أنت معاك صخرة ومن الصخرة دي أنت قست زاوية انخفاض قمة وقاعدة برج، يبقى أكيد إن البرج أقصر. دي الصخرة اللي ارتفاعها 80 متر، قال لك إن أنت قست زاوية الانخفاض لقيتها 24، دي قاعدة سوري زاوية انخفاض قمة البرج. لما إيه؟ لما قست زاوية انخفاض القمة لقيتها 24، فنعمل هنا الخط الأفقي، زاوية الانخفاض ما بين الأفقي ومد البصر يبقى ده 24 برضه، يبقى إذا دي 24 بالتبادل. حلو، وقست زاوية انخفاض القاعدة اللي هي دي فلقيناها 35، وأنا اتفقت معاك لأن الزاوية كل ما تطلع فوق بتقل فعلا. طب خلي بالك دي كده اللي هي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بالتبادل، فلو دي 35 يبقى دي كلها 35، خدت منها 24 يبقى فاضل كام؟ فاضل 11، يبقى إذا الزاوية دي بكام؟ ب11، طبعا دي 90. طب تعالى نسمي الكلام ده كده أ ب ج د. في المثلث د ب ج هقول 80 على ج الزاوية اللي قصادها يبقى 80 على ج 35 هيساوي الضلع المشترك ب د على ج الزاوية اللي قصاده ج 90، ج 90 بواحد. يبقى الب ده بيساوي 80 على ساين 35، 80 على ساين 35. الكلام ده هيطلع معايا ب 139.4 من 10 زي ما اتفقت معاك، سيبها زي ما هي. تعال نروح للمثلث ا ب د اللي هو المثلث ده، هقول الضلع ده على جهة الزاويه اللي قصاده، خلي بالك ده 24 يبقى دي 90. ماشي، يبقى اذا ال 139.4 على جهة الزاويه دي 90 و24 يبقى 114، هيساوي طبعا الضلع اللي انا عايزه ا ب، ما هو ا ب ده ارتفاع مين؟ ارتفاع البرج. يبقى ال ا ب على ج الزاويه اللي قصاده اللي هي ج 11، يبقى ال ا ب ده في ده على ده، يبقى هضرب ال 139.4 من 10 اللي هو الانصر في ساين 11 واقسم على ساين 114، يطلع معايا ب 29.1 من 10. يبقى ال ا ب اللي هو الارتفاع 29.1 من 10 اللي هو تقريبا 29 متر بس. يبقى انا كده خلصت سؤالي ومفيش فيه ادنى مشكله. تعالى نشوف السؤال اللي بعده، رقم 4. رقم 4 من قمه برج قيست زاويه انخفاض قمه مأذنه وقاعدتها فكان قياسهما 23 و47. ماشي، فاذا كان ارتفاع المأذنه 48، طيب ماشي، عايز المسافه بين قاعدتي البرج والمأذنه علما بان القاعدتين في مستوى افقي واحد. نفس الفكره بالظبط، معايا برج، ادي البرج يا باشمهندس اهو، خلاص ارتفاعه ما اعرفوش مفيش مشكله، وفي مأذنه بس المره دي المأذنه انا عارف ارتفاع، اوصل ده كده. فقال لك ان ارتفاع المأذنه دي عباره عن 48 متر. طيب قال لك انا قست زاويه الانخفاض بتاعه القمه اهي، تقوم شادد خط افقي ما تهزرش، وزاويه الانخفاض الزاويه المحسوبه من الخط الافقي وشعاع مد البصر، يعني الزاويه دي ب 23، يبقى على طول دي ب 23 بالتبادل عشان حرف الزد. تمام، طيب بعد كده قمت قايس زاويه انخفاض القاعده، تمام، فلقيتها 47، يبقى انا عارف ان الزاويه دي كلها 47 اللي هي بتساوي الزاويه دي بالتبادل، يبقى الزاويه دي بكام؟ ب 47.
طيب ال 47 انا خدت منهم 23، يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل 24. يبقى اذا الزاويه دي 24، طبعا الزاويه دي كام؟ 90. تعالى نسمي ادي الف ادي ب ادي ج ادي د ادي ه. خلي بالك هو عايز منك المسافه ما بين قاعده البرج والمئذنه، انا عايز منك ال ب ج. خلاص دي 90، طب ما يبقى الزاويه دي كام؟ 90 ناقص 47 يبقى 43. خلاص 40 و40 80 و3 7 10 90 مظبوط، يبقى اذا الزاويه دي 43. يلا الضلع المعلوم اللي هو 48 على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 24 هيساوي الضلع المشترك اللي هو الالف ج على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 23 زائد 90، وبناء عليها اضرب مقص، يبقى الالف ج بيساوي الاثنين اللي قصاد بعض يبقى 48 في جا 23 و90 يبقى 113 على جا ال 24. وتعالى نحسب الكلام ده، يبقى 48 في جا 113 الكلام ده على جا 24، فيطلع معايا ب 108.6 108.6. سيبها على الآلة. بعد كده بعمل ايه يا باشمهندس؟ زي ما علمتك طبعا، باخد الضلع اللي انا جبته اللي هو 108.6 على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 90 هيساوي الضلع اللي انا عايزه، انا عايز المسافة دي، ما هي دي المسافة بين القواعد اللي هي باء ج على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي جا 43، طبعا جا 90 بواحد. يبقى اذا الباء ج هيجي عن طريق ان انا اضرب مقص مباشرة الرقم اللي انا طلعته من على القلم هضرب في جا 43 اضغط يساوي يطلع معايا 74.8 من 100، يعني تقريبا 74 متر، يبقى المسافة فعلا 74 متر. خلاص تمام يا باشمهندس. اللي بعده رقم 5 بيقول لك من شرفة مبنى ترتفع 6 امتار، إذا كان قياس زاوية ارتفاع قمة شجرة 15 وقياس زاوية انخفاض قاعدة الشجرة 30، عايز مني ارتفاع الشجرة وبعدها عن المبنى. طيب دلوقتي يا باشمهندس أنا واقف فوق شرفة منزل وبدأت أقيس، تمام، وقال لك هنا إن الشرفة دي بترتفع عن الأرض 6 يا باشمهندس، تمام، يعني تعالى نتخيل كده إن أنا معايا آدي البلكونة بتاعتي وأنا واقف فوق، خلاص فدي كده ارتفاعها 6 متر. طالما قست انا واقف فوق وقست زاويه الارتفاع فاكيد ان الثانيه يا باشمهندس اعلى مني، تمام جدا، لازم ابقى فاهم الكلام ده. قال لك اذا كانت زاويه ارتفاع قمه شجره يبقى دي الشجره اهي، فانا قمت قايل زاويه الارتفاع بتاعها، طبعا اقوم عامل الخط الافقي يبقى دي زاويه الارتفاع اللي هي لقيتها 15، وقمت قايل زاويه الانخفاض، زاويه الانخفاض واوصل دي كده، فهي الزاويه المحصوره ما بين الخط الافقي وشعاع مد البصر، يعني اذا الزاويه دي بكام؟ ب 30، ومباشره دي برضو بالتبادل 30. طب ما دي 90 يا باشمهندس، حلو، طب ما دي كده يا باشمهندس يبقى بالنسبه لي 60، طب ما تخلي بالك دي برضو 90، طب ما لو دي 30 دي 60، طب ما دي برضو 90، لو دي 15 يبقى دي 75، حط الزوايا كلها على قد ما تقدر، تمام. فلو سميت الشكل ده مثلا الف ب ج د ه، تعال نشوف المطلوب، هو عايز منك ارتفاع الشجره والبعد بتاعها عن المبنى. طيب يبقى اول حاجه انا عايز منك الالف ب وبعدها عن المبنى يبقى انا عايز منك الب ج، تمام مفيش ادنى مشكله. يلا الضلع المعلوم على جا الزاويه اللي قصاده يعني 6 على الجا 30 هيساوي الضلع المشترك اللي هو بالنسبه لي الب د على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 90، طبعا جا 90 بواحد، يبقى اذا الب د بيساوي 6 على جا 30، جا 30 بنص، يبقى دي بالنسبه لي 12، طبعا طول الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر يبقى دي 12. طبعا ال ب ج انا اقدر احسبها برضه بنفس الطريقه، طول الضلع المقابل للزاويه 60 نص النص الوتر جذر 3، يعني دي بالنسبه لي 6 جذر 3، يبقى انا اول حاجه جبت بعدها يا باشمهندس، يعني الموضوع سهل خالص، تمام تمام، بس تعالى برضه نعملها بقانون الجيب عشان الناس ما بتعرفش، يبقى 6 على ج 30 هيساوي الضلع ب ج على ج الزاويه اللي قصاده اللي هي ج 60، يبقى ال ب ج هضرب مقص، يبقى 6 في جا 60 يبقى 6 في جا 60 جذر 3 على 2 على جا 30 اللي هي نص دي هتروح مع دي، يبقى بالنسبه لي 6 جذر 3. طيب هكتب على الاله كده يا باشمهندس 6 جذر 3 واضغط اس دي فتطلع معايا 10.39%، يعني تقريبا 10.4، ده كده البعد بينهم، دي كده يا باشمهندس البعد ما بين الشجره وما بين المبنى اللي هو المطلوب التاني، تمام. انا جبت من فوق ان الباء دال ده كده يا باشمهندس طوله كام؟ طوله 12. طيب انا عايز اوصل لدي، خلي بالك ان دال جيم 6 يبقى برضو الباء هاء بكام؟ ب 6، حلو جدا. طيب دلوقتي يا باشمهندس انا جبت الضلع ده ب 12، حلو، طب ما انا معايا المثلث الف ب د عادي جدا، ممكن اقول 12 على جا الزاويه اللي قصاده يعني 12 على جا 75، خلاص انا هحسب دي كلها مره واحده،
يبقى يساوي الالف ب اللي انا عايزه على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي 15 و30 اللي هي جا 45. يبقى اذا الالف ب اللي انا عايزه هضرب مقص يبقى في 12 جا 45 على اللي لوحده اللي هو جا 75. هنبدأ نحسب الكلام ده، 12 في جا 45 وبعدين أقسم على جا 75 يطلع معايا الرقم ده، هضغط اس دي هيطلع معايا 8.78 من 100 اللي هو تقريبا 8.8، يبقى إذا ارتفاع الشجرة ده عبارة عن 8.8، ده ارتفاع الشجرة. بس هي دي المسائل يا باشمهندس، وهي دي طريقة الحل بتاعها بأبسط طريقة ممكنة. طيب رقم 6 بيقول لك وجد رجل في قارب يتحرك في الماء مبتعدا عن صخرة ارتفاعها 500 متر. وجد أن قياس زاوية ارتفاع قمة الصخرة في لحظة معينة 60، ثم أصبح بعد دقيقتين 45. طيب يبقى هو يا باشمهندس طالما الزاوية قلت يبقى هو فعلا بيبتعد. فلو تخيلنا إن دي بالنسبة لي الصخرة، خلاص أدي الصخرة، هو مثلا كان واقف هنا وقام قايس زاوية الارتفاع بتاعتها، تعالى نوصل دي. فقال لك ان الصخره دي مبدئيا ارتفاعها 500 متر، فلما قاس اول مره لقاها 60، احنا قلنا كل ما نقرب الزاويه بتزيد، تمام. وبعد دقيقتين يعني هو قام متحرك كده يا باشمهندس، بعد دقيقتين قام قايس تاني فلقى يا باشمهندس ان زاويه الارتفاع اصبحت 45 من غير ما افكر، دي 60 يبقى 60 ناقص 45 يبقى اذا الزاويه دي 15. طبعا الزاويه دي كام؟ 90، وبالنسبه لي ان دي كام؟ 30. تمام، تعال نسمي ادي الف وادي ب وادي الجيم وادي د. هو عايز منك ايه؟ عايز السرعه المتوسطه للقارب. طبعا السرعه بتساوي مسافه على زمن، تمام. طيب هو المسافه اللي اتحركها ايه؟ هو كان عند د واصبح عند ج، يبقى انا لازم اوصل يا باشمهندس للدال ج، لازم اوصل لطول دال ج، تمام. يبقى 500 على جا الزاويه اللي قصادها، يعني 500 على جا 60 هيساوي الضلع المشترك اللي هو ا د على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 90 وجا 90 بواحد. يبقى إذا الألف ده مباشرة بيساوي 500 على جا 60، يبقى 500 على ساين 60 هتطلع معايا 577.3 تقريبا. سيبها، هاخد بقى الضلع المشترك على جا الزاوية اللي قصاده، يبقى 577.3 على جا 45 هيساوي الضلع اللي أنا عايزه اللي هو الدال ج على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي جا 15، وبناء عليه هضرب مقص يبقى الدال ج بيساوي 577.3 في جا 15 على جا 45. تعال نحسب الكلام ده، الرقم اهو هضربه في ساين 15 وبعد ما اضربه اقوم على ساين 45، فيطلع مني المسافه اللي هي الدال ج عباره عن 211.32% تقريبا. يبقى هي دي المسافة اللي اتحركها، ليه؟ لأن هو كان واقف عند دال وبعد شوية اللي هما الدقيقتين رصد عند ج، هو عايز السرعة المتوسطة، فلازم تعرف إن السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن، ودي هنفهمها في الديناميكا بأمر الله. فالمسافة هنا هي 211.32 والزمن هنا بالنسبة لي كام؟ دقيقتين، يبقى بقسم على الاتنين، فيطلع هنا الزمن بالدقيقة، يبقى أقسم دي على الاتنين فتطلع معايا 105 66، يعني ممكن نكتبها 7. طبعا يا باشمهندس متر لكل دقيقة، تمام؟ إنما هو لو كان عايز لثانية طبعا كنت هضرب الاتنين دي في 60، فكانت هتطلع معايا بالنسبة لي متر لكل ثانية، ولكن أنا عايزها هنا متر لكل دقيقة، يبقى هي دي كده الإجابة الصح بتاعتي. خلاص؟ هل في أي مشاكل؟ سهلة جدا. اللي بعده. 7 بيقول لك من قمة فنار ارتفاعه 80 متر عن سطح البحر، رصد شخص زاويتي انخفاض قاربين في مستوى أفقي مار قاعدة الفنار، فلاقى ان قياسهم 50 15 38 40، عايز البعد بين القاربين اذا كان القاربان في جهتين مختلفتين والقاربان في جهه واحده من الفنار. يعني هو هنا يا باشمهندس جايب لك الحالتين، ودي برضه سؤال مهم جدا وسهل. طيب اول حاجه يا باشمهندس انا معايا فنار اهو، ارتفاعه كام؟ ارتفاعه 80 متر. اول حاجه قال لك ان هما في جهتين مختلفتين، خلاص اللي زاويته كبيرة اعرف ان هو قريب، يعني الضلع بتاعه قصير، فانا لو دي قمت موصلها كده يا باشمهندس، طبعا دي زاوية بالنسبة لي 90، ويبقى بالنسبة لي ان الزاوية دي هي زاوية الارتفاع الاولانية 50 15. طيب الزاوية التانية يا باشمهندس اقل، فده معناها ان هي ابعد، يعني طول الضلع ده شوية، ده لو انت عايز تبقى فاهم، انما الرسمة مش مهمة قوي. دي بالنسبة لي 38 درجة 40 دقيقة، وطبعا الزاوية هنا كام؟ 90 درجة. تعالى نسمي المثلث وليكن ا ب ج د.
هو قال لك انا عايز البعد من القريبين يعني به جيم في حاله ان هما جهتين مختلفتين، يبقى دي حاله ايه يا باشمهندس؟ ان هما جهتين مختلفتين. تمام، بص بقى وركز معايا، انا عايز البيه ده يبقى لازم اعرف الزاويه اللي قصاده، دي 15 يبقى فاضل لها 45 دقيقه، يبقى بقت 51 قد 9 بقت 60 قد 3 بقوا 90، يبقى يعني بالنسبه لي ان الزاويه دي عباره عن 90 ناقص 50 15، هتطلع معاك 39 و45. طيب الزاويه دي برضو نفس الفكره، ال 40 بقت 20 بقينا 39، حط كمان 2 بقينا 40 يبقى دي 52 درجة و20 دقيقة، يبقى الزاوية دي عبارة عن 90 ناقص 38 40، هتطلع معاك 52 درجة و20 دقيقة. خلاص، طيب يبقى أنا بالنسبة لي، لا ثواني، 51 بس لأن ده هتبقى 9، يبقى 51 درجة و20 دقيقة. عرفت كده الزوايا دي؟ تمام. يلا هقول ال 80 على جا الزاوية اللي قصاده، يبقى 80 على جا 50 درجة 15 دقيقة هيساوي الضلع اللي انا عايزه في المثلث ده اللي هو البهدال على جا الزاويه اللي قصاده اللي احنا جايبينها جا 39 درجه 45 دقيقه، وبناء عليه يبقى الباقي ده اللي بيساوي، هضرب مقص يا باشمهندس، يبقى بالنسبه لي 80 في جا 39 فواصل 45 فواصل، الكلام ده على جا 50 فواصل 15 فواصل، فيطلع معايا يا باشمهندس ب 66 ونص تقريبا، يبقى بالنسبه لي 66 ونص متر. طيب نفس الفكرة برضو في المثلث ده، هقول الدال جيم على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي 51 درجة 20 دقيقة، أساوي برضو الضلع اللي أنا عارفه اللي هو الألف دال اللي هو 80 على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 38 درجة و40 دقيقة، بناء عليه إن الدال جيم بيساوي، طبعا يا باشمهندس برضو هنا هضرب مقص، يبقى 80 في، هنعمل شرط الكاس، 80 في جا 51 فواصل 20 فواصل، الكلام ده على جا 3.8 فواصل 40 فواصل، فيطلع معايا يا باشمهندس ب 99 وتسعة من عشرة اللي هو بالنسبة لي تقريبا 100. تمام، يبقى بالنسبة لي إن ال ب ج هتساوي عبارة عن 100 زائد اللي احنا طلعناها 66 ونص، طيب يبقى بالنسبة لي عبارة عن 166 ونص متر، اللي انت لو قربتها تبقى تقريبا 167 متر، يبقى دي بالنسبة لي الحالة الأولى يا باشمهندس. تمام، الحالة التانية قال لك لو القاربان في جهة واحدة من الفنار، قلنا يا باشمهندس ده برضه حالة سهلة جدا، أدي الفنار يا باشمهندس بتاعي اللي هو ارتفاعه 80 متر، طبعا لما رصدت في الأول فأكيد أنا كنت قريب، فلما رصدت أول مرة بالشكل ده كده كانت الزاوية 50 درجة 15 دقيقة، ولما رصدت تاني بعد شوية أكيد بعدت لأن الزاوية يا باشمهندس بقت قليلة، يعني بالنسبة لي إن الزاوية دي 38 درجة 40 دقيقة، قلنا من غير ما أفكر يبقى دي ناقص دي، طب أكتبها إزاي على الآلة؟ بكل بساطة 50 فواصل 15 فواصل ناقص 3.8 فواصل 40 فواصل، فتطلع معايا 11.35، يبقى إذا يا باشمهندس الزاوية دي عبارة عن 11 درجة 35 دقيقة. تمام، طيب أنا خلصت، سمي دي كده، يبقى دي أ ب وأدي ج وأدي د، فبالنسبة لي إن أ ب اللي هو 80 على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 50 درجة 15 دقيقة هيساوي الضلع المشترك اللي هو الأ د على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي هنا جا 90. تمام، جا 90 دي طبعا بواحد، يبقى إذا الأ د بيساوي 80 على جا 55 فواصل 15 فواصل، فيطلع معايا الرقم ده اللي هو تقريبا 104، سيبه زي ما هو، هاخد الضلع ده اللي هو 104 على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 38 درجة 40 دقيقة، ساوي الضلع اللي أنا عايزه، ما المسافة بين القرابين هي د ج على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 11 درجة 35 دقيقة، وبناء عليه إن د ج بيساوي، هضرب مقص الاتنين اللي قصاد بعض، الرقم اللي طلع على الآلة في جا 11 فواصل 35 فواصل، الكلام ده يا باشمهندس اهو، وبعدين اقسمه على ساين 3.8 فواصل 40 فواصل، واضغط يساوي، يطلع معايا 33.4 33.4 اللي هي تقريبا 33 متر، يبقى دي بالنسبه لي الحاله الثانيه. سؤال رقم 8 يا باشمهندس بيقول لي ايه؟ بيقول لي مناره ارتفاعها 60 متر مقامه على تل، يبقى خلي بالك ان المناره دي يا باشمهندس فوق تل، يعني مثلا تخيل ان معايا تل كده تحت اهو، والمناره دي كده بالشكل ده كده فوقيه، خلاص يبقى بالنسبه لي ده التل، و
ودي بالنسبة لي المنارة. تمام، قال لك منارة ارتفاعها 60، يبقى ارتفاع المنارة هو 60 متر. على تل بالقرب من شاطئ بحر، قيس زاوية ارتفاع قمة وقاعدة المنارة من قارب فوق سطح البحر. طيب يبقى ارتفاع التل عن سطح البحر. طيب ركز معايا، هو الوقت انت قستها من قارب فوق سطح المية، فلقينا ان قياسها يا باشمهندس مرة ب70 ومرة بكام؟ مرة ب45. طيب انا قست الاول زاوية الارتفاع، يبقى انا قست زاوية الارتفاع اللي هي الاولى يا باشمهندس بالشكل ده كده. هنتخيل ان انا واقف هنا مثلا اهو، دي النقطة اللي انا بقيس منها، فقمت قايس زاوية الارتفاع دي كده اول مرة، فلقيت الزاوية دي كلها على بعض ب70، وقمت قايس زاوية الارتفاع بتاعت القاعدة بتاعت المنارة، انا قست الزاوية دي كده اهي، خلاص مالكش دعوة بالجزء اللي بقى من التالي ده ما يشغلكش، فلقيتها 45. طب ما دي كلها 70، يبقى اذا دي 25 من غير ما افكر. تمام جدا. طيب الوقت يا باشمهندس انا عايز ايه بقى؟ انا عايز منك ارتفاع التل عن سطح البحر، يعني عايز المسافه دي او الضلع ده. فلو سمينا مثلا دي كده بالنسبه لي الف، ودي بالنسبه لي مثلا اهو عشان بس ما تتلخبطش من الرسمه، ده المثلث بتاعنا اهو، ادي الف وادي ب وادي جيم وادي دال مثلا، فالزاويه هنا كام؟ 90. طيب دي 45، يبقى اكيد دي برضو 45. يبقى خلي بالك ان المثلث ده متساوي الساقين، يعني الضلع ده قد الضلع ب ج. خلاص طيب في المثلث اللي فوق يا باشمهندس لو دي 45 يبقى الزاويه دي كلها كام؟ 135. حلو جدا، لو دي 135 ودي 25 يعني بالنسبه لي كام؟ او في المثلث الكبير دي 90 ودي كلها 70، يبقى اللي فوق دي 20. تمام كده؟ تمام يا باشمهندس. يلا في المثلث اللي فوق 60 على جا الزاويه اللي قصاده، يعني 60 على جا 25 هيساوي بقى الضلع المشترك اللي هو ا ج على جهة الزاوية اللي قصاده اللي هي جهة 20، وبناء عليها يبقى الألف جيم بيساوي مقصك الجميل، يبقى 60 في جهة 20، الكلام ده على جهة 25 تطلع معايا 48.5، يبقى دي بالنسبة لي 48.5 متر. تمام، يبقى أنا عرفت الألف جيم. طيب المثلث ده يا باشمهندس أعرف أحسب فيه؟ أه، يبقى ال 48.5 على جهة الزاوية اللي قصادها اللي هي جهة 90، هاخد الضلع بقى اللي انا عايزه اللي هو الالف ب على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 45، طبعا دي جا 90 بواحد، يبقى اذا الالف ب مباشره هضرب ده في ده، يبقى الرقم اللي طلع لي على الاله هضربه في ساين 45 ويطلع معايا 34.3 اللي هو تقريبا 34 متر، يبقى هي دي كده الاجابه بتاعتي. خلاص؟ هل في اي مشاكل؟ سهله جدا يا باشمهندس. يلا اللي بعده كده، اعتقد خلصنا الورقة دي، هنشوف اللي بعدها. تعالى بينا يلا. رقم 9 بيقول لك قيس زاوية ارتفاع قمة برج لم يكتمل بناؤه من نقطة على بعد 130 من قاعدته، فلقيناها 35. طيب ماشي، فكم مترا يجب أن يرتفع قمة البرج عشان تبقى زاوية الارتفاع 55؟ نركز عشان الدنيا تبقى سهلة معانا يا باشمهندس. طيب في برج وليكن كده أهو، بناؤه لسه ما اكتملش، قمنا قايسين من نقطة على بعد 130 من القاعدة، يعني مثلا وليكن النقطة دي كده، فقال لك إن هي مسافتها 130 متر، فلما قيسنا يا باشمهندس زاوية الارتفاع بتاعة البرج لقيناها 35. تمام، بعد كده يا باشمهندس البرج ده المفروض يرتفع حاجة، يعني يرتفع مسافة مثلا اسمها س، عشان إما نقيس زاوية الارتفاع تاني من نفس النقطة تبقى الزاوية دي كلها على بعضها 55. طب ما دي 35 يبقى فاضل هنا كام؟ 20. ليه؟ عشان دي تبقى دي كلها على بعضها 55. تمام، هتيجي نسمي المثلث ده، ادي الف ادي باء ادي جيم ادي د، ما تزعلش، الزاوية دي كام؟ 90 يا باشمهندس. طيب خلي بالك الزاوية اللي تحت دي 35، 90 و35، او قول لي الزاوية دي 90 ناقص 35 ادي 5 وكام؟ و50، 85. تمام، يبقى الزاوية دي 55. لو الزاوية دي 55 فهي المفروض بتساوي دي مع دي، يبقى إذا دي 35. صح؟ ما هي دي زاوية برضو خارجة يا باشمهندس عن المثلث ده لأن هي على استقامة الضلع ده. تمام، برضو لو أنت عايز الزاوية دي يبقى 180 ناقص 55، يعني بالنسبة لي أدي 5 بقينا 60، يعني دي 125. خلاص؟ يبقى أنا بالنسبة لي كده جبت كل الزوايا. تمام، هو قال لك إن هو المسافة دي 130، خلاص أنا أشتغل على دي عشان أنا عايز السي. تمام، يبقى الضلع اللي انا عارفه 130 على جا الزاويه اللي قصاده، يبقى 130 على جا 55 هيساوي الضلع المشترك اللي هو ب د على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 90، وطبعا جا 90 بواحد،
وبناء عليه يبقى ال ب ده بيساوي 130 على ج 55، فتطلع معايا 158 و7 من 10، 158 و7 من 10، وسيبها على الآلة. هشتغل بقى في المثلث ده، يبقى ال ب د على ج الزاوية اللي قصاده اللي هي 158 و7 على ج 35 هيساوي، طلع اللي انا عايزه اللي هو الالف باء اللي احنا مسمينه س على ج الزاويه اللي قصاده اللي هي ج 20، وبناء عليه الس هتيجي عن طريق ان انا اضرب مقص، يبقى الرقم اللي انا طلعته هضربه في ج 20، وبعد ما اطلعه هعمل اقسم على ج 35، فتطلع معايا 94 و6 من 10. يبقى اذا الس ب 94 و6 من 10 اللي هي تقريبا 95 متر، ويبقى هي دي كده الاجابه بتاعتي. خلاص، هل في أي مشاكل؟ سهلة جدا يا باشمهندس، يلا. رقم 10 بيقول لك من نقطة على سطح أرض أفقية، رصد رجل زاوية ارتفاع منطاد يتحرك رأسيا بسرعة ثابتة مقدارها 20 متر لكل دقيقة، فلما قاس الزاوية دي لقاها 35. طيب نركز كده، هو الراجل كان واقف على الأرض وقام قايس زاوية ارتفاع منطاد في لحظة معينة مثلا، وليكن ده المنطاد بتاعي اهو، فلقى ان زاوية ارتفاعها يا باشمهندس كام؟ بسم الله، من نقطة على سطح الأرض أفقية رصد زاوية الارتفاع يتحرك بسرعة ثابتة مقدارها 20 متر لكل دقيقة، لقى أن قياسها 35 درجة. طيب دي بالنسبة لي 90، يبقى إذا الزاوية دي 55. طيب وبعد 3 دقايق قام راصد تاني لقى أن زاوية الارتفاع بتاع المنطاد أصبحت 15، تاني أصبحت 15 يا باشمهندس. أنت عارف دي معناها إيه؟ دي معناها ان المنطاد المفروض ان الزاويه الكبيره بتبقى تحت، فهي اما كانت 35 وفجاه يا باشمهندس اصبحت 15، فده معناها ان المنطاد نزل يا باشمهندس. تاني معناها ان المنطاد نزل، وهي دي فكره مسالتنا. طيب يعني المفروض ان المنطاد مثلا بقى هنا، عشان اما اقيس تاني الاقي الزاويه صغرت، فهو لقى 15. طب ما دي كلها كانت 35، يبقى اذا دي 20. حلو جدا. طب خلي بالك، هو بيقول لك ايه؟ الوقت يا باشمهندس المنطاد ده بيتحرك بسرعه 20 متر في الدقيقه، فهو رصد بعد 3 دقائق، يبقى المسافه اللي اتحركها عباره عن ال 20 اللي هو بيتحركها في كل دقيقه في الثلاثه، يعني بالنسبه لي 60، يعني هو نزل مسافه 60 متر. خلاص، فتعالى بس نكبر الرسمه دي عشان احنا عملناها كانه بيطلع لفوق. ادي يا باشمهندس اشرح لك المساله من اول وجديد. يلا، في اول حاله انا كنت المنطاد على الارتفاع ده، فانا قست يا باشمهندس زاويه الارتفاع بتاعته لقيتها 35 درجه، طبعا دي بالنسبه لي 90، يعني بالنسبه لي دي 55. الفكره كلها هنا ان انت لازم تكون عارف ان دايما زاويه الارتفاع طول ما انت فوق بتبقى كبيره. طب هي انا لقيتها قلت، يبقى انا معناه ان انا نزلت تحت. طب نزلت قد ايه؟ نزلت 60 متر، لان هو بينزل 20 متر في الدقيقه وهو عدى 3 دقائق، يبقى اذا المسافه دي عباره عن 60 متر. وعشان المرصودها تاني فقمت لاقيها يا باشمهندس 15، يعني الزاويه اللي تحت دي 15. طب ما دي كلها 35، يبقى اذا الزاويه اللي فوق دي عباره عن 20، وسيبك بقى من ال 35 دي خالص. تمام، يبقى انا بالنسبه لي في المثلث اللي تحت دي 90 دي 15، يبقى اذا الزاويه دي كام يا باشمهندس؟ 75. طيب لو دي 75 يبقى اللي جنبها دي 105، يبقى انا عرفت كده كل الاضلاع، ادي ا ب ج د. تمام، الضلع المعلوم على ج الزاويه اللي قصادها يعني 60 على ج 20 هيساوي الضلع المشترك اللي هو ال ب د على ج الزاويه اللي قصادها اللي هي ج 55، وبناء عليه ال ب د هيساوي 60 في ج 55 الكلام ده على ج 20، فيطلع معايا 143.7. بعد كده اخد الضلع ده يا باشمهندس، الوقت ما انا هو عايز ايه اصلا؟ هو عايز بعد الرجل واقف هنا عن مسقط المنطاد، يعني عايز الجيم ده. تمام، يبقى الرقم اللي انا طلعته 143.7 على ج الزاويه اللي قصاده اللي هو ج 90 هيساوي الضلع اللي انا عايزه اللي هو الجيم د على ج الزاويه اللي قصادها اللي هي ج 75، طبعا ج 90 بواحد، يبقى انا هنا هضرب مقص، يبقى اذا الدال جيم او البعد هيساوي الرقم اللي انا جبته من على الاله هضربه في ج 75، فيطلع معايا 138.8 اللي هي تقريبا 139 متر، يبقى هي دي كده الاجابه بتاعتي. 11، من قاعده منزل ارتفاعه 20 متر، خلي بالك هو بيقول لك من قاعده المنزل، ركز في الكلام الله يكرمك. رصدت زاويه ارتفاع قمه برج فلقيناها 25، طيب تخيل معايا ان ده بالنسبه لي المنزل.
وده البرج، تمام؟ قال لك من القاعدة ان انت كنت واقف هنا، رصدت زاوية ارتفاع، يعني قست الزاوية دي كده، فلقيتها كام؟ لقيتها يا باشمهندس 25، وطبعا هو قايل لي ان ارتفاع المنزل ده 20 متر. حلو جدا. طيب، ثم رصدت قمة البرج مرة ثانية من قمة المنزل، رصدنا برضو قمة البرج بس المرة دي طلعنا فوق المنزل كده، لقينا ان الزاوية 18. طيب ركز كده معايا، لازم تقوم عامل خط افقي، يبقى اذا الزاوية دي كام؟ 18. حلو جدا. طب ما انت عارف ان الزاوية دي كده كلها المفروض بتساوي دي كلها 25، فالزاوية اللي فوق دي 18 حرف الزد ده اهو، ودي كلها 25، يبقى اذا الزاوية دي 7. حلو. ودي 90. جميل. ودي 90. حلو جدا. 90 و25، او يبقى الزاوية دي 90 ناقص 25 يعني 65. كلام جميل. هات كل الاضلاع اللي تقدر عليها، ادي ألف باء جيم دال. ده البرج طبعا. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. هو عايز مني ارتفاع البرج اللي هو الالف باء، بقى برضه مسألة سهلة. المنزل اللي هو 20 على جهة الزاوية اللي قصاده، يعني 20 على جهة 7 هيساوي الضلع المشترك اللي هو بالنسبة لي ألف جيم، بس على جهة الزاوية اللي قصاده في المثلث ده اللي هي 18 زائد 90. 18 زائد 90 يعني 108. يبقى بناء عليه إن الألف جيم هيساوي ده في ده على ده، يعني بالنسبة لي هيبقى 20 في جا 108، الكلام ده مقسوم على جا 7، فيطلع معايا 156. يبقى الألف جيم ب 156، يبقى الألف جيم على جا الزاوية اللي قصاده يعني 156 على جا 90 هيساوي الضلع اللي أنا عايزه اللي هو الألف ب على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 25. طبعا جا 90 بواحد، وبناء عليه إن الألف ب هيساوي 156 في الجا 25، يبقى الرقم ده في ساين 25، واضغط يساوي، تطلع معايا 65.9، اللي هي تبقى تقريبا يا باشمهندس 66 متر، ويبقى هي دي كده الإجابة بتاعتي. رقم 12، من قمة جبل ارتفاعه 100 متر فوق سطح الأرض، رصد شخص زاوية انخفاض قمة صخرة. يبقى أنا واقف فوق جبل وبرصد قمة صخرة يا باشمهندس، تمام. تعال نتخيل كده إن ده بالنسبة لي الجبل، ودي بالنسبة لي الصخرة، خلاص؟ ده الجبل وده الصخرة. أنا واقف فوق قمة الجبل وقمت راصد زاوية انخفاض قمة الصخرة، فدي قمة الصخرة، صد زاوية انخفاض، فقلنا بنشد خط أفقي، وزاوية الانخفاض دي يا باشمهندس اللي هي بيقولك عليها 42 درجة 37 دقيقة، فتقوم قايل على طول برضو دي ب 42 درجة 37 دقيقة، طبعا دي بالنسبة لي 90. حلو جدا. فوجد أن قياسها كذا. طيب هو عايز مني ارتفاع الصخرة عن سطح البحر دي إذا كانت تبعد عن الجبل مسافة 22 متر، يعني المسافة دي بالنسبة لي 22، علما بأنهم مقامان على أرض أفقية واحدة. طيب أدي ألف، أدي ب، أدي الجيم، أدي دال، أدي ه. حلو. فين الضلع المعلوم؟ أدي ال 22. باشمهندس الوقت أنا مفيش إلا يعني إيه مثلث واحد بالنسبة لي فوق، هو فين المثلث التاني؟ مفيش مشكلة. خلي بالك لو دي 22، فالفكرة هنا ان دي برضو ب 22. بجد؟ اه والله. تمام. وقال لك ان الجبل ده اصلا طوله كله 100. ركز بس معايا في الكلام ده تاني، لو دي 22 يا باشمهندس يعني دي بالنسبة لي برضو 22. حلو جدا. ودي بالنسبة لي يا باشمهندس بالنسبة لي ان الحتة دي كده بالنسبة لي 100. تمام. طيب الوقت يا باشمهندس لو انا اشتغلت في المثلث اللي فوق، المثلث اللي فوق، فاول ال 22 على جهه الزاويه اللي قصادها. يا باشمهندس هي الزاويه دي كام؟ الزاويه دي عباره عن 90 ناقص الزاويه دي، فتعالى نجيبها اللي هي زاويه ه ا د اللي هي مفتاح المساله، عباره عن 90 ناقص اللي هي دي كام؟ 42 درجه 37 دقيقه. تعالى نشوفها بكام. 90 ناقص 42 فواصل 37 فواصل، هتطلع معايا 47، نضغط فاصل، 47 23، 47 درجة 23 دقيقة. يبقى أنا بالنسبة لي الضلع ده على جا الزاوية اللي قصاده، يعني بالنسبة لي 22 على جا 47 درجة 23 دقيقة، المفروض هتساوي، المفروض هتساوي يا باشمهندس الضلع اللي أنا عايزه اللي هو الألف ه. ليه؟ عشان المطرح الألف ه من الألف ب يديني الهاء ب اللي هي هي الدال ج، بس هي دي فكرة المسألة. يبقى بيساوي الألف ه على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي بالنسبة لي جا 42 درجة 37 دقيقة، وبناء عليه إن الألف هيجي عن طريق إن أنا أضرب مقص. يبقى بالنسبة لي 22، تعالى نعمل كده، 22 في ساين 42 فواصل 37 فواصل على ساين
أربعة سبعة فواصل اتنين تلاتة فواصل، فيطلع معايا الرقم ده بعشرين واتنين من عشرة، سيبه عشرين واتنين من عشرة متر. تمام، يبقى إذا يا باشمهندس الحتة دي كده عبارة عن عشرين واتنين من عشرة. طب ما أنا عارف إن الهاء باء بتساوي الدال جيم، ما هو الهاء باء بتساوي الدال جيم، والدال جيم هو ارتفاع الصخرة، يبقى إذا الدال جيم بتساوي عبارة عن المية ناقص العشرين والاتنين من عشرة، فتطلع معايا بكام؟ تطلع معايا بتسعة وسبعين وثمانية من عشرة متر، ويبقى هي دي كده الإجابة بتاعتي. فكرة السؤال جميلة جدا جدا ولذيذة وموجودة في كتاب المدرسة، وأنا بحب دايما أنبه على مسائل كتاب المدرسة. رقم 13 بيقول لك في برجين البعد الأفقي بينهم 60، قياس زاوية انخفاض قمة الأول عندما ترصد من قمة الثاني بتساوي كذا. طيب ركز كده معايا، في برجين، فاعمل واحد طويل واحد قصير يعني عادي، طالما انت هتقيس زاوية مش هيفرق بقى معاك مين الكبير ومين الصغير، مثلا كده. انت كل اللي عارفه ان المسافة ما بينهم هما الاتنين هنا دول 60 متر. بص ركز معايا، بيقول لك ايه؟ قياس زاوية انخفاض قمة الأول عندما ترصد من قمة التاني. يعني أنا واقف في قمة التاني، مثلا ده التاني أهو وده الأول. خلاص عشان ما تتلخبطش. يبقى أنا بالنسبة لي هقيس إيه؟ زاوية انخفاض قمة الأول أهو من قمة التاني، يعني بالنسبة لي إن دي كده زاوية الانخفاض أهو. قلنا بنقوم شادين خط أفقي وهنا خط أفقي. فألاقيها 30، يعني الزاوية دي 30، يبقى إذا الزاوية دي برضو 30 بالتبادل، يعني بالنسبة لي إن دي 90 وبالنسبة لي إن دي 60. كلام جميل جدا. عايز ارتفاع البرج الأول اللي هو ده، إذا علم أن ارتفاع البرج الثاني ده 150، نفس فكرة السؤال اللي فات بالظبط. لو دي 60 هتقوم ناقلها فوق كده، دي 60 متر ودي أسهل. حلو، يبقى أنا لو سميت مثلا دي ألف ودي باء ودي جيم ودي دال ودي هاء، يبقى أنا عايز أوصل للألف ب عشان أشيلها مع ال 150 تدي لي الدال هاء اللي هو الارتفاع الثاني. تمام، يبقى أنا بالنسبة لي يا باشمهندس هشتغل في المثلث ده، يبقى 60 على جذر الزاوية اللي قصاده اللي هي برضه 60 هيساوي الألف باء على جذر الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 30. تمام؟ تمام. يبقى إذا الألف باء هضرب مقص يبقى عبارة عن 60 في جا 30 اللي هي نص على جا 60 اللي هي جذر 3 على 2، ده هتروح مع دي هيطلع لك الناتج هنا 20 جذر 3، سيبها زي ما هي. يبقى أنا كده عرفت إن الألف باء ده عبارة عن 20 جذر 3. طب ما أنا عارف برضو إن الدال هاء قد الباء جيم، الدال هاء بتساوي الباء جيم. ليه؟ لأن ده يا باشمهندس ما هي دي زاوية 90، يعني ده مستطيل، يعني الحتة دي قد دي. حلو، يبقى إذا الدال هاء بتساوي، ما هو ده الهاء ده الارتفاع البرج الثاني، ال 150 اللي هي ارتفاع البرج الأول ناقص ال 20 جذر 3 اللي هي الحتة اللي اسمها ألف باء، فيبقى 150 ناقص 20 جذر 3، أضغط يساوي وأديها إس دي هي جاهزة 115 و3 من عشرة، يعني تقريبا يا باشمهندس 115. تمام؟ تمام. مبروك عليك المسألة، مسألتين شبه بعض ومهمين جدا جدا وفكرتهم حلوة. السؤال اللي بعده رقم 14 يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ تعال نشوف. بيقول لك بالونين ألف وهاء ارتفاعهم 100 جذر 52 متر. طبعا هنا هو راسم لي الرسمة فكتر خيره. تمام يا باشمهندس. بعدين قال لك رصد جسما على الأرض اللي هو الجسم الجيم، برصد الجسم الجيم ده، يقع على المستوى الرأسي المر بالبالونين، فإذا كان قياس زاوية انخفاض الجسم هي 45 و30 على الترتيب، عايز البعد ما بين البالونين مقربا الرقم لأقرب متر. طيب أنا دلوقتي يا باشمهندس النقطة ج ده هو الجسم. طيب ركز، بيقول لك إذا كان قياس زاوية انخفاض الجسم 45 و30. بص يا باشمهندس دايما تبقى عارف حاجة، اللي زاويته كبيرة فده معناه إن هو القريب، تاني زاويته كبيرة هو القريب، واللي زاويته صغيرة يبقى هو ايه اللي هو البعيد. بس انا دلوقتي بالنسبه لمين؟ هو كلمك على الف وهاء، يبقى الاولانيه دي بتاعت الف، يعني الزاويه دي 45 عشان ما تتلخبطش يا باشمهندس فيها. تمام، ودي بالنسبه لي 30، يبقى هنا اذا دي بالنسبه لي 30. حلو جدا. طيب لو دي 45 يبقى دي 45، خلي بالك دي 45 ودي 45، يعني ده مثلث متساوي الساقين، يعني الحته دي قد الحته دي، فلو دي 100 جذر 2 يبقى الباء ج برضه ب 100 جذر 2. حلو جدا. طيب الزاويه دي 30 يبقى دي الزاويه دي 60، فخلي بالك ان طول الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر، فالوتر هنا ما اعرفوش عادي ممكن احسبه الجيم ده، لانه عايز البعد بين البالونين مقاربا الناتج لاقرب متر، يعني هو عايز مني الالف ه. طيب سهل ازاي يا باشمهندس؟ سهله، هنجيب الضلع الف ج ونجيب الضلع ج ه. طب اجيب الالف ج ازاي؟ عندك طريقتين، يا اما من فيثاغورس، ما دي 100 جذر 2 ودي 100 جذر 2، فممكن تقول ان الالف ج بيساوي جذر 100 جذر 2 لكل تربيع زائد كمان 100 جذر 2 لكل تربيع، لان ده وتر. تمام تمام يا باشمهندس.
يبقى ادي جذر افتح قوس 100 جذر 2 الكل تربيع، زائد افتح قوس 100 جذر 2 برضو الكل تربيع، فيطلع معايا ب 200. يبقى انا كده عرفت ان الالف جيم عباره عن 200 متر. او استخدم قاعده الجيب، يعني 100 جذر 2 على جا 45 بيساوي الالف جيم على جا 90، يعني بالنسبه لي الالف جيم هيساوي 100 جذر 2 على جا 45 اللي هي تطلع برضو ب 200. يبقى انا عرفت ان الالف جيم ده ب 200. المثلث الثاني ال 50 على جا 30 هيساوي الجيم ها اللي انا عايزه على جا 90 اللي هي بواحد، جا 30 بنص مقام المقام بسط، يبقى اذا الجيم ها بتساوي 100، او طول الضلع المقابل للزاويه 30 نص الوتر، فدي 50. يعني بالنسبه لي كده عرفت ان الجيم ها عباره عن 100. انا كده عرفت الالف جيم ب 200 والجيم ها ب 100. طالما عرفت ضلعين والزاويه المحصوره ما بينهم، يبقى اقدر استخدم قاعده جيب التمام عشان اقدر اجيب الالف ها. قاعدة جيب التمام بتقول لك جذر الضلعين اللي شايلينها تربيع، يبقى 200 تربيع زائد 100 تربيع ناقص 2 في الأول اللي هو 200 في الثاني اللي هو 100 في جا الزاوية المحصورة ما بينهم اللي هي جا 105. مهم جدا، سوري جتا، احنا شغالين جيب التمام يا عم. يبقى بالنسبة لي هي دي كده الإجابة بتاعتي، خلاص؟ فدي سؤال من الأسئلة الجميلة جدا، دي 200 ودي 100، يبقى قاعدة جيب التمام بتقول لك جذر الضلعين اللي شايلينها، اللي شايلين الزاوية اللي هي 200 تربيع زائد 100 تربيع ناقص 2 في الاول في الثاني جت الزاويه اللي ما بينهم. بس هتحسب دي، ادي جذر 200 تربيع زائد كمان 100 تربيع ناقص 2 في 200 في 100 في كوزين 105، خلاص هتطلع معايا بالرقم ده اللي هو 245.6، 245.6 اللي نقدر نقول عليها تقريبا 246 متر. يبقى هي دي كده الاجابه بتاعتي، خلاص في اي مشاكل؟ سهل جدا والموضوع سهل. 15 بيقول لك ايه؟ بيقول لك بالونين ارتفاعهم 200 متر، البالونين على نفس الارتفاع اللي هو 200 متر. شاهد جسما على الارض يقع في المستوى الراسي المر بالبالونين. فاذا كان قياس زاويه انخفاض الجسم 36.54، اوجد المسافه بين البالونين اذا علم ان البالونين يرصدان الجسم من اتجاهين متضادين. طالما من اتجاهين متضادين فده معناه ان الجسم في النص. حلو جدا. طيب بص، معايا بالون هنا على ارتفاع 200 متر، وبرضه معايا بالون هنا على نفس الارتفاع اللي هو 200 متر. طيب تعالى بقى نرجع للمسألة، بيقول لك إيه؟ شاهد جسما يقع على الأرض، ده الجسم، المر بالبالونين، إذا كان زاوية الانخفاض الجسم 36، يعني أنا بالنسبة لي يا باشمهندس إن أول واحد 36، أول ضلع كبير اعمله 36، هي مش هتفرق لأن الضلعين قد بعض يعني، اللي ده وده يعني، فدي 36 مثلا، والتاني يا باشمهندس زاوية الانخفاض 54. طبعا انت عارف ان زاويه الانخفاض هنعمل الخط الافقي اللي هو هيبقى عامل كده، فدي بقت بالنسبه لي 36، فدي بالتبادل 36، وده 54 فدي بالتبادل 54. زهقنا منها بقى، ده احنا في السؤال رقم 15. دي بالنسبه لي 90 وده برضه بالنسبه لي 90. 90 ناقص 36 يبقى ده 4، بقينا 40 يبقى ده 54، ولو ده 54 هتبقى دي برضه بالنسبه لي 36. خلاص تمام يا باشمهندس. طيب هو عايز ايه بقى؟ هو عايز منك المسافه بين البالونين إذا علم أن البالونين يرصدان الجسم من اتجاهين متضادين. والله المسافة دي هي المسافة اللي تحت دي، هي دي فكرة المسألة بس مش أكتر. فلو سميت ده مثلا أ ب ج وده ج د ه، أي حروف، تمام. فما معاك الدنيا سهلة خالص، يبقى 200 على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى 200 على جا 36 هيساوي الضلع اللي أنا عايزه ب ج على جا الزاوية اللي قصاده اللي هو جا 54. يبقى إذا ال ب ج بتساوي، هضرب مقص، يبقى 200 في جا 54 على جا 36 تطلع معايا 275.2 اللي هي تقريبا 275، سيبها مش هتفرق يعني. طب في المثلث ده ال 200 على جا الزاويه اللي قصادها، يبقى 200 على جا 54 هتساوي الضلع اللي انا عايزه اللي هو الدال ج على جا الزاويه اللي قصاده اللي هو جا 36، وبناء عليه الدال ج بيساوي، هضرب برضو مقص، يبقى 200 في جا 36 المفروض على جا 54 تطلع معايا 145.8، 145 وتقريبا 8 من وكم؟ سوري 3.10، تمام. هجمع بقى الاثنين دول مع بعض، يبقى الرقم ده زائد 275.2 فيطلع معايا 420.5 تقريبا. يبقى بالنسبه لي ان ال ب د بتساوي 420.5 اللي هي برضو بتساوي الالف ه يا باشمهندس، خلاص 6.10 دي ان هو مقرب واحده فيهم، ولكن هي دي طريقه الحل بتاعتنا الصح، تمام يا باشمهندس. اللي بعده
16 من نقطة تقع بين قاعدتي برج ارتفاعه 75 وصخرة ارتفاعها 35. يبقى أنا عندي برج طويل ارتفاعه 75 وصخرة صغيرة ارتفاعها 35، وفي نقطة تقع ما بينهم. تمام، النقطة مثلا نحطها افتراضا هنا. قاس شخص زاوية ارتفاع قمة البرج وقمة الصخرة لقاهم 63 و48. والله 63 اللي هي قريبة كده أكيد من البرج، يعني دي لقاها 63، وقاس زاوية برضو ارتفاع قمة الصخرة، ما دي الصخرة، لقاها كام؟ 48. طبعا دي شبه المسائل اللي فاتت، أدي ألف أدي ب أدي جيم أدي دال أدي ه. طبعا دي بالنسبة لي 90، يبقى إذا الزاوية 90 ناقص 63 يعني 27. دي 90 برضو، يبقى 90 ناقص 48 يبقى دي 42. تمام جدا. عايز ايه؟ تعال نشوف. قال لك انا عايز البعد بين القاعدتين، يعني عايز الب ج، نفس فكره السؤال اللي فات. يبقى بالنسبه لي يا باشمهندس، يلا بسم الله، 75 على جهه الزاويه اللي قصادها، يبقى 75 على جهه 63 هيساوي الب د على جهه الزاويه اللي قصادها اللي هي جهه 27. وبناء عليه الب د هيساوي 75 في جا 27 على جا 63، فتطلع معايا ب 38 و2 من عشرة تقريبا، وسيبها زي ما هي. طيب بعد كده ال 35 على جا 48 في المثلث الثاني، 35 على جا 48 هيساوي الضلع اللي انا عايزه اللي هو الدال ج على جا الزاوية اللي قصاده جا 42، وبناء على الدال ج بيساوي هضرب مقص، يبقى 35 في جا 42 على جا 48، فيطلع معايا 31.5، 31.5 متر. وبناء عليه يبقى ب ج بيساوي ده زائد ده، يبقى بالنسبة للرقم اللي طلع لي ده هزود عليه 38.2، فيطلع معايا 69، 69.7، نقدر نقول تقريبا 70 متر. تمام، ده كده المطلوب الأول اللي هو المسافة بين القاعدتين. عايز بعد كده البعد بين القمتين، عايز مني الضلع ألف هاء اللي هي شبه فكرة السؤال رقم 14. الفكرة كلها يا باشمهندس إن إحنا هنجيب الوتر اللي هو ألف دال من قانون قاعدة الجيب، فممكن أقول الألف دال أو من فيثاغورس، الاتنين صح لأن معايا الباء دال والدال جيب. هقول يا باشمهندس الألف دال على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 90 هتساوي 75 على جا 63. طبعا جا 90 بواحد، يبقى إذا الألف دال بيساوي 75 على ساين 63، فيطلع معايا ب 84 وقول 2 من 10. ونفس الفكرة هناك، الدال هاء على جا الزاوية اللي قصادها، يبقى الدال هاء على جا 90 هيساوي المعلوم اللي هو 35 على جا الزاوية اللي قصاده 48 جا 90 بواحد، وبناء عليه يبقى الدال هاء بيساوي 35 على جا 48، فتطلع معايا 47.1 تقريبا متر. خلاص، حلو جدا. يبقى انا بالنسبه لي 48 و2 من 10 سوري 84 و2 من 10، ودي بالنسبه لي 47 و1 من 10. طيب دي هنجيبها ازاي؟ ما هي دي 180 ناقص مجموع دول، يعني الزاويه اللي دي 180 ناقص افتح قوس 6 3 زائد 4 8، فيطلع معايا 69. خلاص، من قاعده جيب التمام انا عارف ضلعين والزاويه المحصوره ما بينهم يا باشمهندس. يبقى بالنسبه لي ان الالف هاء هيساوي ادي الجذر يا باشمهندس، الضلعين اللي شايلينها تربيع، يبقى 84 و2 من 10 تربيع زائد 47 1 من 10 تربيع ناقص 2 في الاول اللي هو 84 و2 من 10 في الثاني اللي هو 47 1 من 10 جتا الزاويه اللي هي جتا 69. خلاص، هي دي الحسبه بتاعتنا. يلا بينا، يلا بينا. ادي جذر 84 و2 من 10 تربيع زائد 74 1 من 10 تربيع ناقص 2 في 8 4 علامة 2 في 4 7 علامة 1 في كوساين 6 9 80 و4 من 10، يبقى الألف هاء ب 80 و4 من 10 اللي هو تقريبا 80 متر. خلاص، يبقى دي فكرة المسألة، رابطة فكرتين مع بعض، فجميلة جدا جدا بصراحة. السؤال بعد كده يا باشمهندس السؤال رقم 17، وتعالى نشوف بيقول إيه. بيقول لك تحركت سفينة بسرعة 12 كيلو متر لكل ساعة في اتجاه 40 جنوب الغرب، في نفس اللحظة من نفس المكان تحركت سفينة أخرى بسرعة كذا، عايز البعد ما بين السفينتين بعد 3 ساعات من بدء الحركة، حلينا واحدة شبهها بالظبط في الاختيار. طيب أنا معايا هنا اتجاهات، فهبدأ أعمل كده إيه،
الشبكة الاحتسابية بتاعتي، هفرض إن هما الاتنين طلعوا من نقطة الأصل اللي هي بالنسبة لي واو، بيقول لي الأولى في اتجاه 40 جنوب الغرب، يبقى هي ما بين الغرب وما بين الجنوب، خلص كلامه بالغرب، يبقى إذن الزاوية 40 دي مع الغرب. هنفرض إن الأولى دي وصلت من النقطة ألف، ويبقى هنا الزاوية كام؟ 40. في نفس اللحظة ومن نفس المكان تحركت سفينة أخرى بسرعة 20 كيلو متر كل ساعة في اتجاه الشمال الغربي. شمال الغربي يعني في نص الشمال والغرب يعني هنا كده، ولنفرض إن هي وصلت للنقطة ب، وطالما شمال الغرب يبقى اتنصف يبقى دي 45. هو عايز البعد ما بين السفينتين بعد 3 ساعات. طب ما احنا عارفين إن المسافة عبارة عن السرعة في الزمن، فالمسافة اللي اتحركتها السفينة الأولى عبارة عن سرعتها اللي هي 12 كيلو متر في الزمن هنا اللي هو 3 ساعات، يبقى 12 في 3 ب 36 كيلو متر، يبقى إذا الواو ألف دي ب 36. طيب الفه 2 عبارة عن سرعتها اللي هي 20 في الزمن برضو اللي هو 3 ساعات، يبقى 20 في 3 ب 60، يبقى إذا دي 60 كيلو متر. معايا ضلعين في مثلث والزاوية المحصورة ما بينهم، وعايز الضلع اللي في وش الزاوية، يبقى قانون جيب التمام يا باشمهندس، لأن إحنا عارفين من قانون جيب التمام إن الألف ب بيساوي جذر حاصل ضرب الضلعين اللي شايلين الزاوية، سوري الضلع الأول تربيع اللي هو 60 تربيع زائد الضلع التاني اللي هو 36 تربيع ناقص 2 في الأول اللي هو 60 في التاني اللي هو 36 في جتا الزاوية ما بينهم. هنا الزاوية ما بينهم 45 و40 يعني 85، هي دي كده الحسبة اللي احنا المفروض نحسبها يا باشمهندس، ويبقى أنا كده سؤالي خلص. طيب أدي جذر 60 تربيع زائد 36 تربيع ناقص 2 في 60 في 36 في كوزين 80، ولا 85؟ 85. فالكلام ده هيطلع معايا ب 67.2 من عشرة اللي هو تقريبا 67 كيلو متر يا باشمهندس، ويبقى انا كده سؤال خلص وكله زي الفل الحمد لله. بس كده هو ده السؤال، تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. 18 بيقول لي يقف رجل عند نقطة ب، فشاف جسم او شاهد جسم عند نقطة ج بتبعد 60 متر شرق ب. طيب الوقت يا باشمهندس انا هحلها ازاي؟ ركز معايا عشان ده مثال مهم. والله يا باشمهندس ادي الشبكة البيانية، تمام والله يا باشمهندس انا هفرض ان النقطة باء، لان انت بتقولي الجسم ده شرق باء صح؟ وتبعد 60 متر شرق باء، فانا هفرض ان باء دي نقطة الاصل، طبعا ده الشرق. ففي شاهد جسم انا عند نقطة ج بتبعد 60 متر شرق باء، يبقى هو بالنسبة لي يا باشمهندس افرض ان النقطة دي ج، ويبقى بالنسبة لي ان الباء ج دي بكام؟ ب 60 متر. خلاص حلل مسألتك عشان تبقى الدنيا سهلة. طيب عندما سار من باء الى الف، عشان يوصل من باء لالف سار في اتجاه 60 شمال الشرق. طيب 60 شمال الشرق وخلص كلامه بالشرق، يبقى اذا الزاوية 60 مع الشرق. خلاص هنفرض دي كده النقطة الف، ويبقى بالنسبة لي الزاوية دي بكام؟ ب 60. فوجد ان النقطة ج طلعت في اتجاه 15 جنوب الشرق من الف. طيب انت دلوقتي بتقول لي عند الف في اتجاهات، يبقى لازم اعمل محاور جديدة عند الف زي ما انا علمتك اهي كده مثلا، تمام. او انت بتقول لي ايه 15 جنوب الشرق، خلي بالك بالنسبة لالف ده الشرق وده الجنوب، 15 جنوب الشرق يعني هو خلص كلامه مع الشرق، يبقى اذا الزاوية دي 15. فلو الزاوية دي 15 يبقى بالنسبة لي الزاوية ده هي باشمهندس بكام؟ اكيد دي ب 75. وصلت باذن الله. تاني انا دلوقتي يا باشمهندس عملت اتجاه، تعال نكبر المثلث عشان تبقى الدنيا واضحة. بص معايا دي النقطة الف ودي النقطة ب ودي النقطة ج، دي 60 تمام، ودي برضو 60. جيت عملت ايه؟ قمت جاي عند الف عامل محاور جديدة اهو كده، تمام وزي الفل. ده بالنسبة للشرق بتاع الف وده الجنوب صح؟ ايوه. قال لك ان هي 15 جنوب الشرق وخلص كلامه، يبقى الزاوية دي 15. لما الزاوية دي 90 يبقى اذا دي بكام؟ ب 75. وصلت اللي هي الزاوية الصغيرة دي كده يا باشمهندس بالنسبة لي ب 75 درجة. طيب دلوقتي انا عايز اوصل لزاوية ج، طب ما ايه التفاهة دي يا باشمهندس؟ انا لو مديت ده على استقامته مش دي 90؟ اه. طب ما دي 60 يبقى دي كام؟ 30. حلو، ما انا اعرف اجيب لك زاوية ج صح؟ ايوه يا باشمهندس، لان هتبقى بالنسبة لي زاوية ج عبارة عن 180 ناقص ال 60 اهي، ودي 75 و30 يعني 105 اللي هم مجموعهم يعني، ف 60 و105 يبقى 165، يبقى زاوية ج ب 15. اما بتجيب الزاوية المثلثة الدنيا بتبقى سهلة. هو عايز مني بعد ج عن ا، يعني هو عايز مني الالف ج.
على فكرة ما كنتش محتاج اجيب زاوية جي بجد. اه والله ما لهاش اي لازمة هنا اعتقد، لان انا اقول يا باشمهندس ال 60 على جا الزاوية اللي قصادها يعني 60 على جا 105 هتساوي الضلع الف جيم اللي انا عايزه على جا الزاوية اللي في وشه اللي هو جا 60 بس، ما كنتش محتاج زاوية جيم في اي حاجة. ولكن انا قلت لك كل ما يبقى معاك زوايا كتير الدنيا بتبقى سهلة. تعال نحسب الالف جيم اللي هو يبقى عبارة عن 60 في ساين 60 على ساين 105 بس. الكلام ده هيطلع معايا بالرقم ده 53 و79 بالظبط زي ما هي طالعه معاك اهي الحمد لله، يبقى 53 و79 متر. ويبقى انا كده السؤال خلص يا باشمهندس وتمام. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده بيقول لك ايه. السؤال بعد كده رقم 19 يا باشمهندس بيقول لي من نقطة ألف على شاطئ نهر رصد رجل موقع منزل عند النقطة ب على الضفة الأخرى. طيب الوقت إيه؟ أنا عندي ضفتين للنهر، فتخيل معايا كده لو إحنا عملنا النهر ده بالعرض كده، آدي ضفة وآدي ضفة، تمام؟ أنا واقف هنا عند نقطة اسمها ألف مثلا، وهو قال لي اسمها ألف، قمت راصد موقع منزل تاني عند نقطة باء في الضفة الأخرى، يعني باء على الخط التاني ده، هو لقى إن اتجاهها 20 شمال الشرق، خلاص عند ألف يا باشمهندس أقوم عامل اتجاهات أهو كده. خلاص ده الشرق بتاع ألف وده بالنسبة لي الشمال بتاع ألف. طبعا هو قال لك 20 شمال الشرق، خلص كلامه بالشرق، يبقى إذا الزاوية مع الشرق 20، يعني أنا لما أوصل دي كده تبقى الزاوية دي بكام؟ ب20، ويبقى بالنسبة لي دي كده موضع النقطة مين؟ موضع النقطة ب. وصلت؟ وصلت بإذن الله. خلاص طبعا دي لو 20 يبقى 70 بس مش هنحتاجها، المهم اللي جوه الحاجة تمام. قال لك لما الراجل مشى بمحاظاة الشاطئ، يعني هو قام ماشي كده على الخط بتاع الشاطئ في اتجاه الشرق مسافة 300 متر، يعني هو اتحرك في اتجاه الشرق مسافة 300 متر حتى وصل إلى النقطة ج، فلقى إن النقطة ج في اتجاه 46 شمال الشرق. طيب المفروض النقطة بقى دي نبعدها شوية عشان المسافة، تمام تمام يعني إيه؟ يعني مش راسمين غلط يا باشمهندس خالص، يعني مثلا النقطة دي لو ألف أنا هخلي بقى بعيدة هنا كده شوية بس عشان أنا هتحرك تحت، فعشان ما أجيش أتحرك كده أقوم معدي النقطة ب، يعني كده ألف ودي كده الزاوية دي كام؟ 20. قال لك أنا همشي يا باشمهندس 300 متر أوصل مثلا للنقطة دي ج، يبقى ليه 300 متر، هلاقي إن النقطة ب بقت في اتجاه 46 شمال الشرق، عشان كده أنا معدت ب، لأن دي بالنسبة لي لو أنا عملت عند ب الج المحاور الجديدة طبعا شمال الشرق، ده الشرق بالنسبة لي بتاع ج وده الشمال صح؟ فطبعا هو خلص كلامه بالشرق، يبقى إذا الزاوية مع الشرق 46، فلما أوصل دي كده يبقى الزاوية مع الشرق 46، طب ما دي 90 يبقى فاضل هنا 44. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس، خلي بالك إن دي كام؟ 90. حلو جدا. فأنا دلوقتي معايا المثلث اللي هو الألف في جيم، هو عايز مني عرض النهر، طب عرض النهر ده فين يا باشمهندس؟ عرض النهر اللي هو المسافة دي كده، لو أنا سميت النقطة دي د، يبقى بالنسبة لي إن الب د ده هو عرض النهر، علما بأن ضفتي النهر متوازيين، طبعا لازم يكونوا متوازيين عشان تقدر تحل مسألتك وما تخشش في هيصة كبيرة. طب أنا عارف الشكل ده من المسائل يا باشمهندس، ال 46 دي زاوية خارجة عن المثلث أ ب ج، يبقى دي الزاوية اللي فوق دي 46 ناقص 20 يبقى دي 26. في المثلث بقى اللي هو أ ب ج هقول 300 على جا الزاوية اللي قصاده يبقى 300 على جا 26 هيساوي يا باشمهندس الضلع المشترك ب ج على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 20، ومن هنا هقدر أحسب ال ب ج يا باشمهندس. خلاص طول ما انت فاهم وترسم صح الدنيا سهلة. يبقى 300 هضربها في ساين 20 واقسم يا باشمهندس على ساين 26، الكلام ده بإذن الله هيطلع معايا ب 234 تقريبا، وزي ما قلت لك ما بنشيلش الرقم ده من الآلة الحاسبة. بعد كده هروح للمثلث ب ج د، هجيب الضلع ب ج اللي انا جبته ب 234 واقسمه على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 90، هيساوي ال ب د اللي هو عرض النهر على جا الزاوية اللي قصاده جا 46، طبعا جا 90 بواحد، يبقى اذا ال ب د الرقم اللي في الآلة مضروب في ساين 46، يبقى الرقم ده هضربه في ساين 46 هيطلع معايا 168.3 اهو الحمد لله الرقم مظبوط، هو عايز الاقرب متر تقريبا يبقى 168 متر، ده كده بالنسبه لي عرض النهر. خلاص يبقى نرسم صح باذن الله تلاقي المساله سهله وبسيطه. تعالى يلا نشوف السؤال اللي بعده. يلا يا باشمهندس هانت اهي اخر صح.
السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 20، وتعالى كده نشوف بيقول لك ايه. نجيب ورقة بس، بسم الله. بيقول لي اذا كان الميناء الف يقع شمال الميناء باء، ماشي، ممكن اخلي باء نقطة الاصل ويبقى بالنسبة لي يا باشمهندس الف في الشمال. انا بفكر معاك. بيقول لي جيم سفينة تقع في اتجاه كذا جنوب شرق الميناء الف. لا، هو كده اتكلم عن الف مرتين صح، فانا هخلي الف نقطة الاصل. ما انا قلت لك يا باشمهندس اللي معايا معلومات كتير خلي نقطة الاصل. فانا كده هقوم عامل يا باشمهندس ان الف هي نقطة الاصل، وبتقول لي ان الف شمال باء، خلاص يبقى انا هحط باء هنا خلاص في النقطة دي مثلا، وقال لك المسافة الف باء دي بألف متر. طب ما خلي بالك كده باء الف شمال باء ازاي؟ ما انا لو جيت عملت اتجاهات جديدة عند باء فده كده الشمال، يبقى فعلا الف في شمال باء. تمام قوي، خلي بالك. بيقول لي النقطة جيم او الجيم سفينة تقع في اتجاه كذا جنوب شرق الميناء الف. طب خلاص الف عنده الاتجاهات الجديدة، طبعا ده بالنسبة لي الشرق وده كده بالنسبة لي الجنوب يا باشمهندس. تمام تمام طيب، بيقول لي السفينة جيم تقع في اتجاه كذا جنوب شرق الميناء الف. طيب يبقى هو خلص كلامه مع الشرق، يبقى بالنسبة لي ان الزاوية مع الشرق اللي هي 53 يا باشمهندس. تمام كده، تمام وزي الفل. طيب بسم الله، يبقى هو خلص كلامه مع الشرق. ممكن نعملها كده مثلا اهي كده، دي جيم والزاوية بتاعتها مع الشرق 53 43. حلو جدا. وقال لي برضو السفينة جيم اللي هو بيكلمك عليها تقع في اتجاه 42 و44 شمال شرق الميدان باء. طيب الميناء باء، يبقى انا عندي باء هعمل اتجاهات جديدة يا باشمهندس، طبعا ده الشمال وده الشرق. طب تعالى كده نظبط رسمتنا شوية، بس الرسمة بتحتاج منك سن التظبيط صغيرة عشان بس موضوع الاتجاهات دي كده. النقطة ألف، تعالى نعمل السفينة جيم الأول. هنعمل جيم مثلا كده اهي نفس الرقم 53 43. النقطة باء هنزلها تحت شوية كده عشان الرسمة تبقى واضحة. هنقوم جايين عند باء عاملين محاور جديدة بالشكل ده كده. طبعا هو بيقول لك شمال شرق، فده الشمال بتاع باء وده الشرق بتاع باء صح كده. قال لك ان هو شمال الشرق، اخلص كلامه مع الشرق، يبقى اذا الزاوية مع الشرق كام؟ الزاوية مع الشرق يا باشمهندس كده اللي هي هتبقى 42 درجة 44 دقيقة. خلي بالك ان انت كده تعرف تجيب الزاوية اللي جوه دي، وتعرف تجيب الزاوية دي، وبالتالي تعرف تجيب الزاوية دي، وانت معاك الالف ب ب1000 متر. عايز مني بعد السفينة ب عن الميناء، الميناء يا باشمهندس اللي هو بالنسبة لي ايه؟ عن الميناء، اوجد بعد السفينة عن الميناء ب، السفينة اللي هي جيم يا باشمهندس. يبقى هو عايز مني الباء جيم. خلاص الموضوع سهل خالص، انا اقول باء جيم على جا الزاويه قصاده بيساوي الف على جا الزاويه دي. طيب انا اقدر اجيب لك الزاويه ده اللي هي زاويه جيم الف ب، هتبقى عباره عن 90 ناقص 53 درجه 43 دقيقه. خلاص طيب بسم الله، انت كده دي عايزه 17، دي بقت 54، بقت 6، بقت 60، وادي 3، يبقى دي 36 درجه و17 دقيقه. تعالى نجيب زاويه جيم ب الف اللي هي تبقى عبارة عن 90 ناقص 42 درجة 44 دقيقة، دي كده 16 دقيقة بقت. دي بالنسبة لي كده خلاص يا باشمهندس بقت 43، ادي 7 بقت 50 وادي 47. تمام، يبقى دي 47 درجة و16 دقيقة. فأقدر أجيب لك برضو زاوية جيم اللي هي تبقى عبارة عن 180 ناقص مجموع الزاويتين دول اللي هما 36 درجة و17 زائد 47 درجة و16. تمام، تعال كده نحسب دي كده سريعا يا باشمهندس عشان نقدر نجيب لك زاويه جيم مظبوط. 180 ناقص افتح قوس 36 درجه 17 يا باشمهندس زائد، خلينا هنا، زائد 47 فواصل 16 فواصل. الكلام ده هيطلع معايا يا باشمهندس ب 96 درجه 27 دقيقة. يبقى أنا كده وصلت لزاوية جيم، ويعتبر المسألة خلصت يا باشمهندس. هبدأ أقول الألف على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 96 درجة 27 دقيقة. الكلام ده هيساوي البه جيم اللي أنا عايزه على جا الزاوية دي اللي هي بالنسبة لي جيم ألف ب اللي هي 36 درجة 17 دقيقة. ونبدأ نحسب الكلام ده يا باشمهندس ويبقى المسألة خلصت بإذن الله. يبقى انا كده هضرب الالف مضروب في ساين 36 فواصل 17 فواصل، الكلام ده على ساين 96 فواصل 27 فواصل، اقفل هنا وهنا،
يطلع الناتج 595.5. طبعا 595.5 لأقرب متر يبقى 596 متر. يبقى أنا كده خلصت سؤالي يا باشمهندس وكله تمام. تعال نشوف اللي بعده بيقول لك إيه. شفت إن الرسم السهل والبسيط واللي فاهم بيبقى سهل. هنا بيقول لي تسير سفينة بسرعة 24 كيلومتر كل ساعة في اتجاه الجنوب. ممكن أخلي السفينة دي عند نقطة القصر وتبقى نازلة لتحت، بس تعال نكمل الكلام. بيقول لي رصد راكب هدف ثابت في اتجاه 65 شمال الشرق. في راكب وهي السفينة دي لسه بادئة التحرك رصد هدف بعد ساعة، يعني السفينة قامت ماشية اتجاه الجنوب، هي ماشية اتجاه الجنوب وهي ماشية بسرعة 24 كيلومتر للساعة، يبقى هي قطعت 24 كيلومتر لتحت. لقى إن السفينة بقت في اتجاه 79 جنوب غرب نفس الهدف، عايز بعد الهدف عن السفينة. عندئذ سهلة جدا دي. إزاي؟ أنا هفرض دلوقتي يا باشمهندس إن السفينة دي كانت عند نقطة الأصل اللي هي ألف. حلو جميل. قال لك وهو عند ألف كده في الحالة الأولى أم راصد هدف. الهدف ده يا باشمهندس لقاه في اتجاه 65 شمال الشرق. هو خلص كلامه بالشرق، يبقى إذن الزاوية 65 مع الشرق. لو سمينا النقطة دي بقى يا باشمهندس يبقى إذن دي 65 درجة. حلو جدا. قال لك بعد ساعة، خلي بالك إن السفينة دي بتتحرك في اتجاه الجنوب يعني نازلة لتحت، فالمفروض إن بعد ساعة السفينة الأولى هتبقى قطعت مسافة 24 كيلو متر في واحد اللي هو 24 كيلو متر، لأن هي ماشية بسرعة 24 كيلو متر في الساعة، فبعد ساعة يبقى هي قطعت 24 كيلو متر. هنفرض إن هي وصلت لنقطة هنا اسمها جيم، فأكيد إن الألف جيم ده 24 كيلو متر. فطبعا بعد الساعة دي هو قام راصد تاني، فوجد الراكب أن السفينة اللي هو بيقول لك رصد راكب هدفا ثابتا في كذا، وبعد ساعة وجد الراكب اللي هو الراكب اللي في السفينة أن السفينة في اتجاه 79 جنوب الغرب لنفس الهدف يا باشمهندس. يبقى أنا بالنسبة لي الهدف اللي هو ده السفينة بالنسبة له، يعني أنا المفروض عندي بقى هعمل المحاور الجديدة ليه يا باشمهندس؟ لأن بقى هي دي الهدف. وهو بيقول لك لقى ان السفينه في اتجاه كذا بالنسبه للهدف، يعني السفينه اللي هي جيم، ما خلي بالك السفينه دي اللي هي الف، بعد ساعه بقت السفينه جايه هنا، يعني السفينه وصلت لجيم. هو بيقول لك بقى الجيم اللي هي السفينه بالنسبه للباء اللي هو الهدف في اتجاه 79 جنوب الغرب. ده بالنسبه لي الغرب، ده بالنسبه لي يا باشمهندس الجنوب. هو خلص كلامه مع الغرب، يبقى المفروض يا باشمهندس ان الزاويه مع الغرب اللي هي بالنسبه لي هتبقى كام؟ هتبقى 79. طيب دلوقتي 79 يعني المفروض دي تبقى نازله كده، بس تعالى بقى نكبر المثلث زي ما احنا متعودين كده مثلا. ده المثلث، ادي الف، ادي جيم، ادي ب. بص يا باشمهندس وركز معايا، ان انت عندك عند الف ده كده، ده محور الاستنات الموجب، فدي 65. طيب عند بقى كنا عملنا محاور كده، فالمفروض ان الزاويه دي كلها، الزاويه دي كلها 79. خلاص حلو جدا. تعالى بقى نلعب لعبه الزوايا. خلي بالك لو انا حطيت نقطه مثلا هنا اسمها دال، فانت عندك ان زاويه دال ب ج بتساوي 79، اللي هي الزاويه دي كلها خلاص ب 79 درجه. انا دلوقتي يا باشمهندس، وطبعا دي ب 24 كيلو متر، هو الوقت عايز بعد الهدف اللي هو باء عن السفينه اللي هو جيم، عايز البه جيم. طيب هل انا عارف الالف ب؟ لا، كنا استخدمنا قانون جيب التمام. فتعالى كده نفكر، انا عارف ان الزاويه اللي هي د ب ج دي ب 79 درجه يا باشمهندس. احلها ازاي؟ بكل بساطه ركز معايا. شايف حرف الزد ده؟ ما انت عندك دي بتوازي دي، فلو دي 65 يبقى اذا دي 65 بالتبادل. طب ما دي كلها 79، يبقى زاويه الف ب ج عبارة عن 79 ناقص 65 يعني 14 درجة، يبقى إذن الزاوية دي بكام؟ ب 14 درجة. كلام جميل جدا. طيب خلي بالك إن أنت معاك الزاوية دي 65 و90 يعني 155، ومعاك دي 14 يعني 169، يبقى إذن زاوية الجيم دي ب 11 درجة. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. يبقى أنا كده وصلت لكل الزوايا الممكنة في الشكل، أنا يعتبر حليت المسألة. أقول 24 على جهة الزاوية اللي قصادها اللي هو 24 على جا 14 هيساوي الضلع ب ج اللي انا عايزه على جا الزاويه اللي قصادها اللي هي جا 155. ما كناش محتاجين نجيب زاويه ج، بس انا قلت لك كتره الزوايا ما فيش فيها مشكله. يبقى ادي 24 في ساين 155، الكلام ده على ساين ال 14، الكلام ده هيطلع معايا ب 41
و9 من عشرة اللي هو تقريبا 42 متر ايه يا عم، كيلومتر. خلاص، يبقى بالنسبة لي ان البعد ما بين السفينة والهدف هو عبارة عن 42 كيلو متر. 22 يا باشمهندس بيقول لي ألف وب وج ثلاث مدن. ركز في موضوع المدن ده عشان مهم أوي. طبعا احنا حلينا واحدة شبهها بس في الأخطر، بس دي أصعب شوية، فركز لي فيها. بيقول لي ثلاث مدن في مستوى أفقي واحد على نفس المستوى الأفقي، ده مش معناه إن هم على خط مستقيم، المهم إن هو في نفس المستوى ال 2D اللي احنا بنرسم فيه الأبعاد، ما تشغلش بالك بالكلمة دي أوي. بيقول لي إن باء تقع في الجنوب الغربي بالنسبة لألف، قلنا إن معاه معلومات كتير هنخليه هو نقطة الأصل، وعلى بعد 40 كيلو متر منه، يعني قال لك اتجاهها وقال لك البعد. طيب، فإذا علم أن ألف تقع شمال شرق النقطة ج، دي ألف موجودة في شمال شرق النقطة ج، ماشي، ج بزاوية قياسها 35، ماشي، وباء تقع شمال شرق ج بزاوية قياسها 5، عايز تقول ج. خلي بالك إن هو إداك اتجاه ألف بالنسبة لج واتجاه ب بالنسبة لج، فأنا ممكن أعمل إيه؟ أنا ممكن أخلي ج هي نقطة الأصل. ركز معايا بقى في الرسمة دي بالذات، هقول نكبرها مرة واحدة كده عشان يبقى احنا ايه، احنا غالبا هنرسم فوق شمال شرق وشمال شرق، ماشي، إيه غالبا هنرسم فوق، فهنكبر فوق شوية. انا اخلي ان نقطة جيم دي هي نقطة الاصل. حلو، حلو، جميل. بيقول لك ان الف تقع شمال شرق النقطة جيم، حلو، وباء تقع شمال شرق جيم بزاوية قياسها 5. طب ما تيجي نعمل باء ليه؟ لان انت هو ادالك يا باشمهندس ان باء تقع في اتجاه الجنوب الغربي بالنسبه لالف، يعني الف فوق عشان الجنوب الغربي دي هتبقى تحت. وصلت؟ انت فاهم انا عايز اقول لك ايه؟ يعني باء هتبقى في النص والف فوق، عشان اما اجي اعمل جنوب غربي النقطه باء جنوب غربي بالنسبه لالف يبقى هي تحتها، فانا ممكن اقوم عامل اتجاه باء بالنسبه لجيم دلوقتي. طيب، ده بالنسبه لي الشرق يا باشمهندس، وده بالنسبه لي الشمال، فانا بالنسبه لي النقطه باء تقع شمال شرق جيم. هو خلص كلامه مع الشرق يا باشمهندس، يبقى اذا الزاويه مع الشرق بتساوي 5. خلاص، طبعا 5 دي زاويه صغيره جدا، فالمفروض مثلا لو احنا عملنا كده، فطبعا دي تبقى بالنسبه لي 5، وبالتالي تبقى الزاويه دي 85، بيبقى بالنسبه لي دي كده النقطه ب. طيب، وبيقول لك كمان ان النقطه الف تقع شمال شرق النقطه ج بزاويه قياسها 35، برضو خلص كلامه مع الشرق وقال لك ان النقطة ألف، لو احنا حطينا النقطة ألف هنا، فهنا هنبدأ نوصل دي كده. ركز معايا بقى في الكلام، طبعا هو بيقول لك بزاوية قياسها 35، يعني الزاوية دي كلها 35، انا خدت 5 تحت يبقى فاضل 30، بحيث ان تبقى زاوية ألف يا باشمهندس اللي هي الزاوية دي كده ب 35. كلام جميل جدا. تعالى بقى نقوم راجعين للكلام الاولاني، المسألة دي لازم تتحل كده عشان تبقى الدنيا سهلة. قال لك باء تقع في اتجاه الجنوب الغربي من ألف، طيب يبقى انا عند ألف هعمل محاور جديده، طبعا ده بالنسبه لي الغرب وده بالنسبه لي الجنوب، فقال لك ان النقطه باء تقع في اتجاه الجنوب الغربي، يعني بتعمل زاويه 45، يعني لما اوصل من الالف لو ده الاتجاهات كده اوصل دي كده، يبقى المفروض ان الزاويه دي 45 والزاويه كلها اللي فوق دي 45، حلو، وعلى بعد 40 كيلو متر منها، يعني الالف ب ده ب 40 كيلو متر. خلاص، انا كده رسمت الرسمه بتاعتي، الفكره بقى كلها في الزوايا دلوقتي. اهم حاجه بالنسبه لي يا باشمهندس الزوايا. ركز بقى هنعمل ايه عشان تبقى الدنيا سهله معانا. هو طبعا دلوقتي وعايز مني طول الالف ج، يبقى لازم اعرف زاويه ب اللي قصاده، وال 40 على جنب الزاويه اللي قصادها اللي هي 30 دي محلوله باذن الله. تمام. بص بقى معايا، كل لعبتي اجيب زاويه ب، وتعالى نجيبها بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا باذن الله. بص معايا، انا عملت خط افقي عند باء كده، تمام، فده كده بيوازي ده، فلو دي 5 يبقى دي 5 بالتبادل، حلو. طيب انا عايز اجيب الزاويه دي، هجيبها لك بسهوله، انا لو مديت ده كده اهو، بص دي كده 90 والزاويه دي 45، يبقى اذا دي 45. طب ما ده خط مستقيم، لو دي 45 يبقى دي 135، يبقى اذا زاويه باء كلها 135 زائد 5 يبقى 140 درجة، يبقى أنا وصلت إن زاوية ب ب 140 درجة، أنا خلصت. هقول الألف ج على جنب الزاوية اللي قصاده الجا 140، طبعًا بتساوي يا باشمهندس الضلع المعلوم اللي هو 40 على جنب الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 30، يبقى إذًا الألف ج بيساوي، اضرب مقصك، مسألتك خلصت. بس يبقى بالنسبة لي 40 في ساين 140 على ساين 30،
الكلام ده هيطلع معايا ب 51 و4 من عشرة، لو هو عايز تقريب يبقى 51 كيلو متر. بس اهم حاجه تبقى عارف ان انت حاطط اتجاهاتك صح. زي ما قلت لك، لقيت ان هو بيتكلم عن جيم، حطيت جيم نقطه الاصل، لقيت ان بالنسبه لها نقطتين رسمتهم، عرفت ان الف فوق وباء تحت، لان باء تقع في الجنوب الغربي بالنسبه لالف، فجنوب غربي يعني في الجزء اللي تحت، يبقى اكيد الف هي النقطه اللي فوق. كل ده لازم تبقى عارفه عشان تلاقي المساله بتاعتك سهله وبسيطه. طيب السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 23، تعال نشوف بيقول لي ايه. بيقول لي رصد رجل من نقطة في المستوى الأفقي المار بقعر التل ارتفاع قمة التل، فلقاها إن هي عبارة عن 27 درجة و12 دقيقة. طيب الوقت فيه تل، ماشي، تعالى كده نعمل التل مثلا كده، ماشي ماشي يعني. وده المستوى الأفقي بتاع التل كده اللي هي الأرض يعني. في راجل واقف هنا قال لك ان هو قاس زاوية ارتفاع قمة التل، فلقى ان الزاوية دي كده على بعضها بكام؟ ب 27 درجة و12 دقيقة. طبعا دي 90، فنقدر نحسب اللي فوق ده لو محتاجين. وقال لك لما صعد نحو التل مسافة 2000 متر، هيطلع لفوق مسافة 2000 متر، طب هل على نفس الخط ده ولا بزاوية تانية؟ قال لك لا، على مستوى يميل على الأفق بزاوية 17، يعني هو هيطلع كده لحد مثلا ما يوصل للنقطة دي، لأن هو قال لك هيمشي 2000 متر، يبقى دي كده 2000 متر، لو أنا سميت أ ودي ب. وقال لك إن زاوية ميل أ ب على المستوى الأفقي دي ب 17. طب ما خلي بالك الزاوية دي كلها ب 27 و12، يبقى إذا دي ب 10 و12 صح؟ عشان المجموع يبقى 27 و12. حلو. أم لقى إن قياس زاوية ارتفاع قمة التل بقت 36، يعني هو عند النقطة بقى يا باشمهندس طبعا يفضل نعمل الخط الافقي، وام قايس زاويه الارتفاع الجديده لقى ان الزاويه دي ب 36 درجه و15 دقيقه. خلاص تعال نسمي الكلام ده ج د ه مثلا. فده كده شكل الرسمه بتاعتي. هو عايز مني ارتفاع التل، يعني عايز مني الهاء ج. طبعا واضح جدا ان الضلع المعلوم في المثلث ده، فالمفروض اقول ال 2000 على جهه الزاويه اللي قصادها اللي هي الزاويه الصغيره اللي فوق دي، هنجيبها دلوقتي، بيساوي الضلع المشترك اللي هو الهاء باء خلاص على جاء الزاويه اللي قصاده اللي هي جاء الزاويه دي. خلاص انا اهم حاجه بالنسبه لي ان انت تبقى راسم رسمتك صح. طب تعالى اقول لك الزاويه اللي فوق دي هتساوي كام يا باشمهندس باذن الله. مش انا الوقت معايا دي بالنسبه لي 90، ايوه، ودي بالنسبة لي 27 و12، فنقدر احسب الزاوية دي كلها على بعض. او انا عندي يا باشمهندس لو انا عملت ده كده، فانا عندي ده كده بيوازي ده، فده كده بالنسبة لي حرف زد، يبقى اذا الزاوية دي كلها على بعض برضو ب 36 درجة و15، يعني دي بالنسبة لي لو انا سميت دي واو مثلا، يبقى انا بالنسبة لي زاوية واو ه د ب 36 درجة و15 دقيقة. خلاص دي كده بالنسبة لي الزاوية دي. أنا عايز بس اللي جوه دي يا باشمهندس هوصل لها إزاي؟ هقول لك بطريقة سهلة برضو. أنا دلوقتي يا باشمهندس شايف حرف الزد الكبير ده، الزاوية دي بتساوي الزاوية اللي تحت اللي هي 27 درجة و12 دقيقة. خلاص يبقى أنا كده يا باشمهندس فاضل لي زاوية أ هاء باء هتبقى عبارة عن 36 درجة و15 دقيقة ناقص 27 درجة و12 دقيقة. 15 ناقص 12 يبقى 3 دقايق، 36 ناقص 27 يبقى 9. يبقى أنا وصلت إن زاوية أ هاء باء ب 9 درجات و3 دقايق. كلام جميل، كلام جميل وزي الفل يا باشمهندس. طيب دلوقتي عايزين نحسب زاوية إيه كمان؟ أنا عايز أحسب الزاوية دي. سهلة، أنا في المثلث اللي فوق معايا 9 و3 ومعايا 10 و12، أقدر أحسب الزاوية دي. او واحد تاني هيقول لي انا هشد الخط الافقي، دي 17 يبقى دي 17، دي 36 و15 اجيب اللي جنبها واجمعهم، انت حر، بس تعالى نحسبها بمجموع قياسات زوايا المثلث. يبقى زاويه ا ب ه بيساوي 180 ناقص 9 درجات و3 دقائق زائد الزاويه ده هي باشمهندس اللي هي 10 درجات و12 دقيقه. يبقى دي 180، طبعا معاك 9 و10 يبقى دي 19، 3 و12 يبقى 15، يبقى انا ناقص الكلام ده. 15 دي عايزه 45، يبقى دي بقت 20، يبقى فاضل 160.
صح كده؟ يبقى انا بالنسبه لي ان زاويه الف ب ه ب 160 درجه على 45. هبدا بقى اشتغل في المثلث الف ب ه، هقول الضلع المعلوم اللي هو 2000 على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 9 درجات و3 دقائق، هيساوي هاخد الضلع الف ه على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 160 درجه و45 دقيقه، يبقى انا وصلت للالف ه. ادي 2000 مضروبة في ساين 160 درجة 45، وهقسم على ده اللي هو ساين 9 درجات و3 دقايق بس، يبقى ده كده الألف ه 4192 تقريبا، يعني الألف ه تقريبا ب 4192 متر. ده كده الألف ه يا باشمهندس. طيب هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ هروح بقى للمثلث الكبير اللي هو الألف جا ه، هاخد الضلع اللي انا جبته اللي هو 4192 على جا الزاويه اللي قصاده اللي هي جا 90، هتساوي الضلع اللي هو الهاء جيم اللي هو الارتفاع على جا الزاويه اللي قصاد اللي هي الزاويه دي كلها اللي هي 27 درجه و12 دقيقه. طبعا جا 90 بواحد، يبقى عشان اجيب الارتفاع هضرب الرقم ده في ساين 27 فاصل 12 فاصل، هيطلع معايا ب 1916. بفضل الله الاجابه مظبوطه جدا اهي، 1916 متر بس. خلاص مسألة جميلة جدا، تفهمها تحللها صح تلاقي الدنيا سهلة معاك. رقم 24 يا باشمهندس بيقول لي سفينة تسير نحو الشمال الشرقي بسرعة 24 كيلو متر، شاهد راكب فيها نقطتين ثابتتين في اتجاه 25 غرب الشمال، وبعد 4 ساعات وجد أن إحدى هاتين النقطتين أصبحت في كذا والنقطة الثانية أصبحت في كذا، عايز البعد بين النقطتين. ركز معايا يا باشمهندس، بص معايا، في سفينة ماشية في اتجاه الشمال الشرقي. طيب خلي بالك ان معظم الاتجاهات اهي فوق، احنا ممكن ايه نعمل الشبكة البيانية كده مثلا. دلوقتي هو كان عنده نقطة الاصل دي اللي سميها واو مثلا، هو ماشي او السفينة دي ماشية في اتجاه الشمال الشرقي تمام بسرعة كذا، هل هو ماشي هنا لسه؟ هو قال لك انا لسه واقف عند نقطة الاصل، قال لك ان في راكب شاف نقطتين في اتجاه 45، النقطتين دول يا باشمهندس في اتجاه 25 غرب الشمال، ده الشمال وده الغرب، فالنقطتين دول في اتجاه 25 غرب الشمال، يعني الزاوية ما بين الشمال أو قريبة من الشمال وعاملة 25، يعني دي كده 25، يعني النقطتين على الخط ده. حلو؟ حلو أوي. بعد 4 ساعات، هي بعد 4 ساعات تكون السفينة مشيت مسافة كام؟ عبارة عن سرعتها 24 في الزمن اللي هو 4، يبقى هي مشت 96 كيلومتر. طب ما ده كده خط مشي السفينة، يعني مثلا لو هي عند النقطة واو هتوصل مثلا عند النقطة دي، ويبقى بالنسبة لي المسافة دي ب 96 كيلومتر. خلاص؟ قال لك بقى إن هي بعد ما وصلت للنقطة دي لقى إن في واحدة من النقطتين أصبحت في اتجاه 23 جنوب الغرب، يعني هو واقف عند النقطة دي، فأنا هبدأ عند النقطة دي أعمل محاور جديدة. كده في واحدة منهم طلعت في اتجاه 23 جنوب الغرب، طبعا ده بالنسبة لي الجنوب وده الغرب بتاع المحاور الجديدة 23، خلي بالك ان شمال شرقي يبقى دي 45 مبدئيا يعني، واكيد ان اللي جوه دي 45، فقال لك يا باشمهندس 23 جنوب الغرب، يعني هو خلص كلامه مع الغرب، يبقى لو وصلت دي كده، فطبعا خلص كلامه مع الغرب يبقى اذا الزاوية دي ب 23. طب قبل ما نكمل خلي بالك ده حرف زد، يبقى دي كلها على بعض 45، خدت منها 23 يبقى فاضل لنا 22. حلو جدا، سمي النقطة دي مثلا ألف، سمي النقطة دي باء. حلو جدا. طيب قال لك بعد كده يا باشمهندس بيننا أصبحت النقطة الأخرى في اتجاه 17 شمال الغرب، هو لسه واقف عند ألف ولقى إن النقطة التانية في اتجاه 17 شمال الغرب، هو خلص كلامه مع الغرب، يعني هقوم موصل دي كده وأقوم مايل الدعم كده على استقامتها لحد ما يتلاقوا هما الاتنين، يعني يوصلوا بقى مكان ما يوصلوا هما الاثنين كده، المفروض دي كده الرسمة بتاعتي تمام. سمي النقطة دي جيم، يبقى في نقطة منهم اسمها باء ونقطة منهم اسمها جيم، دول النقطتين اللي هو رصده. وطبعا هو هنا الزاوية هتبقى كام؟ 17، دي كده 17. حلو جدا، هو عايز مني البعد بين النقطتين، البعد بين النقطتين اللي هو الباء جيم. طيب ماشي، علما بين النقطتين والراكب في مستوى افقي واحد، ما علينا من المعلومة دي، ركز بقى معايا، خلي بالك ال 25 بتاعت الزاوية دي بس احنا كاتبينها فوق كده، انما هي بتاعت الزاوية اللي تحت.
شايف المثلث ألف واو ب؟ أيوة. معايا 22 ومعايا الزاوية ده هي باشمهندس 45 و25 70، يبقى أنا بالنسبة لي إن زاوية ألف ب واو عبارة عن 180 ناقص 70، ال70 اللي هي 45 و25 زائد 22، يبقى دي كده 92، يبقى الناتج 88. يبقى إذا الزاوية ده بكام؟ ب88. خلاص؟ يبقى الزاوية دي ب88 درجة. طب يبقى اللي جنبها كام؟ يعني زاوية أ ب ج 180 ناقص 88 اللي هي بالنسبة لي 92، وكان ممكن أقول إن دي زاوية خارجة بتساوي مجموع الاتنين دول يعني، فدي كده 92. طيب. طيب شايف الزاوية دي؟ أه، اللي هي زاوية ب أ ج عبارة عن 17 زائد 23. 17 و23 يعني بالنسبة لي كام؟ بسم الله، 17 و23 يبقى 40، 40 درجة. صح؟ يبقى أنا بالنسبة لي إن زاوية ج اللي فوق عبارة عن 180 ناقص 92 زائد ال 40، يبقى دول كده 132، آدي 48، يبقى زاوية ج دي بكام؟ ب 48 درجة. خلاص؟ هات الزاوية على قد ما تقدر. بص بقى معايا، أنا عايز أوصل للباء ج. طيب هوصل لها إزاي؟ لو عرفت أجيب الواو باء من المثلث الصغير والواو ج من المثلث الكبير، أطرحهم من بعض يطلع لي الباء ج اللي أنا عايزها، صح كده؟ كلامك مظبوط يا باشمهندس. طب تعالى كده نبدأ نعمل ايه. بسم الله، تعالى نجيب يا باشمهندس الضلع ده اللي هو الالف ب. هقول ال 96 على جذر الزاويه اللي قصادها اللي هي 88 هيساوي الضلع اللي هو الف ب على جذر الزاويه اللي قصاده اللي هي 45 و25 اللي هي جا ايه؟ جا 70، وابدا اجيب الالف ب بيساوي. يلا، 96 في ساين 70 على ساين 88، الكلام ده هيطلع بتسعين واتنين من عشرة، وزي ما اتفقنا يا باشمهندس هنسيب الكلام ده. حلو حلو، تعال نشتغل في المثلث أ ب ج. الضلع اللي احنا جبناه بتسعين واتنين من عشرة على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 48 هتساوي الباء ج المطلوبة على جا الزاوية اللي قصادها اللي هي ب أ ج، واحنا مجهزينها ب40. بس المسألة خلصت على فكرة، أهم حاجة الرسم. يبقى إذا ال ب ج بتساوي معايا الأنصر اللي أنا جبته في ساين 40 على ساين 48، بس 78 بالظبط. يبقى إذا ال ب ج ب 78 كيلو متر، وفعلا الإجابة بتاعتنا مظبوطة يا باشمهندس. تمام تمام 25، دي كده برهنة برهان بنظرية، يعني إيه سؤال تطبيق حلو، والقانون ده ممكن يفيدك في المسائل. يعني بيقول لي رصد تيار محطتين، واحدة اسمها أ و ب للرصد من أرض أفقية، حيث الأ ب دي طولها ماشي. فوجد أن قياس زاوية انخفاض الاثنين دول هاء وياء على الترتيب، إذا كانت الطائرتان والمحطتان في مستوى رأس واحد، وارتفاع عين وارتفاع الطائرة عندئذ على الأرض بيساوي عين، المسقط الرأس للطائرة بينتمي لأ ب. يعني أنت معاك خط على الأرض كده اسمه أ ب، وفي طيارة فوق، الطيارة دي مسقطها على الأرض هو قال عليها بينتمي للأ ب، يعني سميت دي دال مثلا، يبقى إذا دي ج. طيب هو الوقت هيقيس زاوية انخفاض منين؟ من الطيار، صح؟ أو الطيار ده واقف فوق عند ج على أرض أفقية أ ب، الأ ب طولها ف، يعني دي كده طولها ف. لقى إن زاوية انخفاض النقطة أ ب هاء، طيب زاوية الانخفاض هنا هتبقى هاء، فبالتالي دي هاء بالتبادل. طيب ولقى إن زاوية انخفاض التانية ي، فدي يبقى دي ي بالتبادل. بس انت كده باشمهندس رسمت الرسمه وقال لك اللي هي ده اللي مسميه عين. بيقول لي عايز يثبت ان الارتفاع اللي هو عين بيساوي ف زاتا ه زائد زاتا ي. بص يا باشمهندس استعلم المعلومات اللي هو جايبها لك. شايف المثلث ا ده ياء؟ اه. طب ما تيجي نجيب الزاتا ه. خلي بالك ان زاتا ه اللي هو جتا ه على جها، يعني يا باشمهندس المجاور بتاعها، المجاور هنا اللي هو الالف د، صح؟ على جهة اللي هو المقابل بتاعها اللي هو عين، يبقى دي ألف دال على العين. طب تعالى نجيب الزاتا ياء. الزاتا ياء يا باشمهندس دي زاويتين، الزاتا هيبقى المجاور بتاعها اللي هو ب دال على المقابل بتاعها اللي هو عين، دي من المثلث التاني. حلو جدا. طب ما تيجي بعد إذنك نجمع الاتنين دول، تمام؟ لو أنا قمت جامع الزاتا هاء زائد الزاتا ياء هيساوي إيه؟ طبعًا هيساوي ألف دال على عين زائد ب دال على عين. طبعا انت عندك المقام متوحد بعين،
والالف دال مع الب دال لما جمعت تديني الالف ب اللي هو عباره عن ف. طبعا الكلام ده بيساوي زطا ه زائد زطا ي، مفيش اسهل من كده. اضرب مقص، يبقى اذا ف في واحد، او احنا عايزين الارتفاع اصلا، يبقى الارتفاع بيساوي ف في واحد بف على زطا ه زائد زطا ي. بس اثبتها له يا باشمهندس. طيب بيقول لي في اللي بعد كده، بيقول لي اذا كانت ه بكذا وي بكذا وف بكذا، هو عايز مني الارتفاع. ما نعوض في القانون، يبقى الارتفاع بيساوي الف 1290 على زطا ه اللي هي 48 درجة و31 دقيقة، زائد زطا ي اللي هي 75 درجة و15 دقيقة. تعال نحسب الكلام ده كده، 1290 على الزطا اللي انت هتكتبها واحد على تان 48 فواصل 31 فواصل، زائد برضو التانية هيبقى واحد على تان 75 فواصل 15 فواصل. بس اضغط يساوي ب 1124 واحد من عشر. 1124 مظبوطة اهي، الحمد لله. 1124 متر بس. تمام كده؟ تمام. تعال نشوف اللي بعده. سؤال أخير وبرضه سؤال تطبيق نظرية يا باشمهندس. بيقول لي إيه؟ بيقول لي في سلم طوله لام، ماشي، يرتكز بأحد طرفيه على حائط رأسي والطرف الآخر على الأرض، ماشي. يعني أنت معاك خط أفقي وخط رأس، يعني معاك كده مثلا وكده. السلم ساند بالوضع ده كده، ده السلم وطوله لام، بطرف الاخر على الارض افقيه، ويميل السلم على الافق بزاويه ايه؟ بيميل على الخط الافقي هنا بزاويه ايه؟ تحرك الطرف الاسفل للسلم مسافه فين؟ خلي بالك انه السلم ده اتحرك بعيدا عن الحائط، السلم كان ساند اهو، فالسلم ده لما يجي يتحرك هيميل، هيبقى عامل كده، فالنقطه دي تقوم راجعه ورا، والنقطه اللي فوق دي تقوم نازله تحت. ليه؟ لان السلم هيتزحلق، فالسلم هيبقى في الوضع الجديد عامل بالشكل ده كده، صح؟ فقال لك ان احنا لقينا بقى في الحاله الثانيه بيميل على الافق بزاويه ه. خلي بالك ان انا لو سميت النقط ا ب فده طوله لام، ولو سميت دي ج ودي د فالجيم د برضه طولها لام. يعني انت عندك الالف ب بيساوي الجيم د بيساوي لام. ليه؟ لان هو نفس السلم، ما هو الالف ب اللي هو السلم والجيم د هي السلم، بس بعد ما الزحلق اللي اتغير الزاويه بس. تمام. طبعا دي 90. فيقول لي اثبت ان ارتفاع السلم اللي هو لام بيساوي ف على جتا ه ناقص الجتا ي. نفس فكرة اللي فوقيها، أنا هبدأ أجيب لك الجتا ياء أو الجتا هاء. جتا هاء هتبقى المجاور بتاعها اللي هو ده، صح؟ على الوتر اللي في المثلث اللي هو بالنسبة لي جيم دال اللي هو لام، صح؟ يبقى أنا بالنسبة لي يا باشمهندس، تعالى كده نعملها، دي ألف دي جيم دي مثلا هنسميها إيه؟ نسميها هاء، مفيش مشكلة. تاني يبقى الجتا هاء يا باشمهندس عبارة عن المجاور اللي هو هنا بالنسبة لي الجيم ه على الوتر اللي هو بالنسبة لي جيم د اللي هو يعتبر مين؟ يعتبر اللام. وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. تمام. يبقى بالنسبة لي إن جتا ه هتساوي الجيم ه على الجيم د اللي هي لام. طيب الجتا ي هتساوي، هتبقى بالنسبة لي المجاور اللي هو ألف ه على الوتر اللي هو بالنسبة لي مين؟ اللي هو بالنسبة لي برضه لام، بس في المثلث ألف ه ب. تمام كده؟ تمام. طيب الوقت أنا عايز أوصل لفين؟ هي فين فاء دي بقى يا باشمهندس؟ تعالى نشوف كده. أصلا تحرك الطرف الأسفل للسلم مسافة فين؟ دي فاء. طب تعالى بقى نطرح دول من بعض، يعني أقول جتا ه ناقص الجتا ي هيساوي طبعا هنا ج ه على لام ناقص ألف ه على لام، يبقى الكلام ده بيساوي المقام بلام. هي لما أخد الجيم ه واطرح منها الالف هاء مش يفضل الالف جيم اللي هو ف؟ اه، يبقى هنا بالنسبه لي ف، يبقى الكلام ده فعلا بيساوي جتا ه ناقص جتا ي. اضرب مقص، يبقى انا بالنسبه لي ف في واحد بف هيساوي لام على جتا ه ناقص جتا ي. مش هو ده اللي هو عايز يثبته؟ لا، هو عايز يثبت ان لام بتساوي كذا على كذا. عادي جدا، اللام دي يا باشمهندس هتساوي، هضرب واحد في ف بف على جتا ه ناقص جتا ي بس. والله هي دي بالظبط. هو عايز منه طول السلم لو معايا المعطيات دي، قال لك الف ب 40 واله ب 30، يبقى دي جتا 30 ناقص جتا ي اللي هي جتا 40. بس هنحسب الكلام ده، يبقى 40 على كوساين 30 ناقص كوساين 40.
الكلام ده هيطلع معايا ب 400 بالظبط يا باشمهندس. خلي بالك ان دي 400 ايه، بس بطول السلم لاقرب متر، المسافات دي بالسنتي، فدي 400 سنتي، ف 400 سنتي دول اللي هم 4 متر، تمام، لانه عاطي لي المسافات هنا اللي هي الفيه ب 40 سنتي بس كده يا باشمهندس. تمام. ده كده يا باشمهندس كل الاسئله المقاليه الخاصه بدرس زوال الارتفاع والانخفاض بفضل الله خلصناها. فده لنا الاختبار التراكمي، وفي افكار كويسه جدا، يعني هتلاقي اطول اختبار تراكمي الخاص بالدرس ده. ان شاء الله الحصه اللي جايه هتبقى الحركه المستقيمه، الدرس الاول ديناميكا بامر الله. كده يا باشمهندس وصلنا لاخر حصه النهارده، اتمنى ان انا اكون افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. قلت لو استفدت اشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على الفيديو الجاي. كان معكم مهندس حسام من قناة حسام ميرا رياضيات، وشكرا جدا.